أهلا 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 أهلا، إزيكم وإزاي الحال؟ يا رب تكون كل حاجة بخير، أظن إنها بخير. قال لك الاقتصاد المصري بعافية، وقال لك اقتصاد مصر اقتصاد يفتقد للجاذبية وتنعدم فيه التنافسية، شيء غريب قوي. طيب أنا هنا هسأل حضرتك سؤال، تعرف إيه عن شركة ميرسك؟ شركة ميرسك دي هي أكبر شركة شحن بري بحري على سطح الكوكب، أكبر شركة بالمعنى الحرفي، أكبر شركة تمتلك ناقلات تسيطر على خطوط نقل ملاحي، دي الشركة العملاقة، دي الشركة اللي حجمها يفوق في بعض الأحوال حجم استثماراتها أو حجم اقتصاد هذه الشركة يفوق في بعض الأحوال اقتصاديات دول أو بعض من الدول الصغيرة. فميرسك لأنه الاقتصاد المصري ضعيف، وميرسك لأنه الاقتصاد المصري بعافية، وميرسك لأنه الاقتصاد المصري لا مجال فيه للتنافسية، وميرسك لأنه الاقتصاد المصري مش جذاب، خدت قرار إنها تعمل شراكة مع مصر ويعملوا مع بعض شبكة كبيرة جدا لإنتاج الطاقة أو الوقود الأخضر أو الطاقة الخضراء أو الطاقة النظيفة لتموين السفن في كل حتة في الدنيا. إيه ده؟ أصل ميرسك بتلعب، وميرسك مش فاهمة. لا لا لا، أقولك هي ميرسك خايفة مننا، ميرسك وقع تحت التهديد، ميرسك بتقول كده مجرد تصريحات، علشان الحق هو عمل، بنشترك، بنخطط، بنفكر، بنشتغل مع بعض. سيدي العمدة اللورد، سيدي الفاضل، المتلقي، المشاهد الكريم، عاوز تسمع الحقيقة اسمعها بالمنطق، المنطق دايما هو الحكم. مصر اقتصادها بالتأكيد اقتصاد قوي، مصر بالتأكيد محققة معدلات نمو كبيرة، دي الأرقام اللي بيقولها العالم. بالمناسبة الموضوع بتاع ميرسك ده كل الجرايد الكبيرة في العالم بتكتب عنه، كله، كل المؤسسات المعنية بمسألة الاقتصاد واقتصاديات الشرق الأدنى والشرق الأوسط والاقتصاديات الدولية والممرات الملحية، أي حد متخصص في هذا المجال هتلاقيه بيكتب، أي صحيفة أو موقع كبير مهتم بالأمور المالية والاقتصادية كاتب على مسألة الشراكة ما بين ميرسك وما بين الدولة المصرية وما بين مصر. أنا هسألك بجد، سيبك من اللي أنا قلت لك أصل مصر عشان وحش، مصر مش وحش على الإطلاق، الاقتصاد المصري فعلا كويس وفعلا إحنا مقبلين. أنا قلت لك من أكتر من 3 أسابيع استثمارات أوروبية قادمة، حصل أهو الخبر ملء السمع والبصر، حصل ولا ما حصلش؟ خلينا في مصر. طيب يبقى آدي ميرسك وتوجهها ناحية الاقتصاد المصري لخلق شراكة ضخمة كبرى شديدة التميز، وهنا وانت بتاخد نفس المشهد بتاع الشركة العملاقة او الشركة الاكبر على مستوى العالم في هذا المجال، مش هقولك على صعيد اخر، لكن خد الخط على امتداده. النهاردة فخامة رئيس الجمهورية سيد عبد الفتاح السيسي كان بيستقبل مين؟ بيستقبل وزير الدفاع الهندي السيد راجناث سينج، والرئيس طلب نقل تحياته إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي، وبيشير فخامة الرئيس إلى اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة اللي بتجمع مصر بالهند. طيب كل ده كويس خالص، عايز تقول إيه يا عم يوسف؟ أقول لك طب واحدة واحدة، وزير الدفاع الهندي كان هنا ليه؟ يعني جاي زيارة عادية؟ أكيد لأ، زيارة عادية هيجي يلتقي رئيس الجمهورية ويجي يلتقي وزير الدفاع؟ جاي يتفسح؟ طبعا لا، الوزير الهندي أو وزير الدفاع الهندي جاي في مهمة. في إيه بقى؟ تعاون ثنائي في التعاون العسكري والدفاعي والتطلع لتفعيل شراكة ما بين البلدين الصديقين التاريخيين بما يتناسب مع الإمكانيات الكبرى في كافة المجالات. من جانبه وزير الدفاع الهندي نقل إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحيات رئيس وزراء الهند، وأعرب عن تقدير بلاده لما تشهده العلاقات المصرية الهندية من تنامي، حط ما بين قوسين وتحتها 1000 خط، ازدهار. والتقيل جاي واصبر وهتكتشف أنه ازدهار بالمعنى الحرفي لكلمة ازدهار.
وبيؤكد وزير الدفاع الهندي اهتمام الهند بتعميق هذه العلاقة التاريخية في ظل ده كلام الهند، وأظن أن الاقتصاد الهندي اقتصاد عملاق، يعني أظن دي ما فيش فيها نقاش. طيب في ظل ده كلام الهنود اهو، في ظل الطفرة، ده تقييمهم لما يحدث في مصر. عارف أنت في حاجة كده اسمها دع الآخر يتحدث عنك، يعني إحنا لما بنيجي نتكلم بعض السادة المشاهدين والسيدات المشاهدات يقولك لا ما أنتوا بتتكلموا كده علشان عاوزين تدونا أي جرعة من جرعات الأمل. هقولك إطلاقا والله جزء من اللي أنا هعمله أنا أو زمايلي، يعني سيبك من أنا خالص، يعني كلنا نعمله. آه طبعا إحنا لازم نديلك الأمل في بكرة، بس علشان أقدر أديلك الأمل في بكرة ده لازم يكون بالمنطق بالحقيقة بالرقم بالواقع، مش الأمل كده في الكلاموزية. لكن هنا تشوف رؤية الهند لما يحدث في مصر، وصفوه بالطفرة التنموية الشاملة، شاملة يعني مش في قطاع واحد، التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبعا فضلا عن الدور المصري المحوري والحاسم. وده بقى اللي واجع الجماعة بتوع بلاد بره، العيال بتاعت الإخوان اللي بره ومن شابههم ومن يقف معهم في مكافحة وقهر خطر الإرهاب، الأمر اللي ألقى بظلال الأمن والاستقرار في مصر وعلى الأمن الإقليمي بأسره. تاني ده كلام وزير الدفاع الهندي، ده مش كلامنا إحنا. هو الهند هتجاملنا علشان إيه؟ الهند اقتصاد ضخم، جيش ضخم، تكنولوجيا متقدمة، إلخ إلخ. أظن حضراتكم أدرى يعني الهند بتصنع إيه، سواء إذا كان على المستوى العسكري أو على المستوى الاستخدامات المدنية وحجم الاقتصاد الهندي إلى آخره. ولو حضرتك مش دريان ما عنديش أي مشكلة نقعد نتكلم مع بعض، وممكن أقولك حضر من دلوقتي اكتب الاقتصاد الهندي على جوجل، يعني سوف تجد ما يسرك جدا. في هذا السياق الهند بتقول إيه؟ بتقول نتطلع لتبادل الخبرات وترسيخ الجانب العسكري والأمني في إطار علاقات التعاون المشترك ما بين البلدين. بس اللقاء كمان شهد بحث تعزيز التعاون العسكري والأمني ما بين البلدين، خصوصا فيما يتعلق بإيه بقى؟ التصنيع المشترك. يا سلام، حلو. ونقل وتوطين التكنولوجيا بهدف استغلال الإمكانيات والبنية التحتية المتاحة لدى البلدين. هل الهند كانت هيبقى فيها عندها هذا التوجه إن لم يكن لدينا بنية تحتية قادرة على استقبال هذه الأحجام الصناعية أو على استقبال هذه هذا التعاون الضخم؟ الهند بحجم اقتصادها، احنا بنتكلم على بلد يا جماعة حجمها من حيث عدد المواطنين تقريبا حوالي 1.3 مليار نسمة، بنتكلم على بلد حجمها الاقتصادي ثقيل ضخم ضخم، بلد صناعي طبعا بالدرجة الأولى، زراعي بالدرجة الأولى، تجاري بالدرجة الأولى، بلد ضخم. هتيجي تستثمر او عايزه تعمل تعاون، مش اقول لك استثمار، ده هنا بقى التعاون المشترك ما بين بلدين كبار، بلد كبيره في منطقتها الاسيويه، بلد كبيره في منطقتها الشرق الاوسطيه او الافريقيه او العربيه، شوف انت بتحب تسميها ازاي. لو ما كانش فيه البنيه التحتيه اللي ما كانتش عاجبه بعضهم، اللي هو ما بين قوسين نطلق عليه ايه بقى؟ المشروعات القومية العملاقة. لو ما كانتش فيه الطرق والكباري وخطوط المترو والقطر والمية والكهرباء والصرف الصحي، وركز على كلمة الكهرباء والطاقة دي مليون تركيز، لو ما كانش كل ده موجود، لو ما كانش فيه بنية تشريعية وقانونية تستقبل هذه الأحجام، انت عايز تقولي انه الهند او شركة عملاقة زي مرسك، وكما وصفتها بدقة حجم مرسك المالي والاقتصادي قد بلاد بعض البلاد وأحيانا أكبر، عايز تقولي أن شركة متعددة الجنسية من أصل أوروبي هتيجي تعمل تعاون مشترك مع مصر في عدم وجود بنية تحتية قابلة لذلك، أو في عدم وجود بنية تشريعية وقانونية قابلة لذلك؟ هو أنت فاكر الناس دي جاي تلعب بلي ولا إيه؟ ده بجد مش هزار. هو أنت عاوز الإخوان وأكلي بقاياهم يقنعوك بأن الناس جاية هنا تهزر؟ الناس دي مع الثانية عندها بمليارات، الثانية بمليارات بدون مبالغة، أنا بكلمك بجد، الثانية عنده تكلفه مليارات، مش فيها هزار. طيب تعال نكمل على موضوع الزيارة الهندية أو زيارة وزير الدفاع الهندي للقاهرة.
طيب ايه تاني من اشكال التعاون؟ التعاون في مجالات التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة مهم قوي ده، وتبادل الخبرات والمعلومات. دي بقى حاجات من اللي بتضايق بعضهم. بص يا مولانا، اللي انا عايز اقوله لسيادتك ايه، واحنا هنروح تاني على مرسك، اللي عايز اقوله لسيادتك ايه، دولة بحجم الهند لما بتيجي لحد عندنا ينورونا، فضلا عن العلاقات فعلا التاريخية الكبيرة جدا اللي ما بين البلدين، تاريخية بالمعنى الحرفي يعني. انا مش عارف اذا كنت انت عارف انه في عائلات في مصر بقالها هنا مئات السنين من اصل هندي اصلا يعني، ولو قلت لك اسماء العائلات هتعرف. المهم بس مش دي القصه دلوقتي. البلد بحجم الهند جايه لحد هنا علشان تعاون مشترك على اصعده شتى. دي مش حاجه هينه ولا صغيره ولا تفوت كده. نفس القصه على مجموعه ميرسك زي ما كنت بقول لك، هنا الرئيس بيوجه بالبدء في التعاون مع المجموعه، مجموعه ميرسك العالميه، لانشاء شبكه، خد بالك بقى كده، ايه، وطنيه متكامله في مصر. لانتاج ايه؟ لانتاج وتوزيع الطاقه الخضراء والوقود النظيف للسفن. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور عماد الدين عدلي، رئيس المنتدى المصري للتنميه المستدامه. اهلا بيك يا دكتور عماد. اهلا بيك يا استاذ يوسف. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ كله تمام وكلامك حلو ويديني امل بانه كله تمام يا فندم. ربنا يخلي حضرتك. المهم يبقى الكلام منطقي، ولهذا رجعنا لحضرتك وانتم اهل التخصص. تحت امرك. الله يخليك يا فندم. دكتور عماد، اهميه التعاون مع شركه بحجم ميرسك. المذيع وصف ان ميرسك هي اكبر شركه في العالم في هذا المجال، ده من ناحيه حجمها المالي والاقتصادي يفوق في بعض الاحوال اقتصاديات دول. هل هذا صحيح ولا المذيع بيقول اي كلام؟ لا لا، الكلام ده صحيح طبعا. وحضرتك وانت بتشتغل مع شركه زي دي بتشتغل في مليارات، وبتتعاون مع او بتنفذ برامج وعندها أنشطة تجارية تعادل فعلا مستوى مادي لأكثر من دول يعني. فده طبعا، لكن الأكيد الأكيد السؤال اللي هو لازم يسأل كل واحد، أي واحد بيتفرج علينا دلوقتي هيقول إيه؟ طب هو ليه جه مصر؟ صح. إشمعنى مصر؟ فحضرتك شرحت في المقدمة بتاعتك ليه مصر، لكن كمان لأن وضع مصر الاستراتيجي، ولو تلاحظ حضرتك اللقاء كان على السفن. ايوه. وده الفكره كلها، ازاي ان يكون المجرى الملاحي بتاع قناه السويس يكون مجرى اقتصادي. احنا طول عمرنا متعودين على ان قناه السويس هي مجرد مرفأ بيعدي منه الناس وتدفع مقابل انها عملت المرور ده. لكن ازاي يتحول، دي كانت الخطه اللي وضعها مصر من منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان يتحول ده الى يعني نموذج اقتصادي على اعلى المستويات، ويكون لي كل النواحي اللي ممكن تحقق بيه اقتصاد متكامل من كل الجوانب. النهارده بالتوجه الى الطاقه الخضراء واستخدامها في السفن، لما تكون السفينه وهي بتعدي بتاخد كل هذه السفن اللي بتعدي بتاخد كل احتياجاتها من الطاقه الخضراء من مصر، ويكون المكان اللي بينتج الشبكه اللي هتنتج هذا الكلام تكون موجوده على ارض مصر، يبقى هنا التعاون هيبقى مهم جدا ما بين شركه زي ميرسك لما تلاقي ان هي هتستثمر وتضع علمها وفكرها وتستخدم المكان الجغرافي، لان موقع مصر الجغرافي مهم جدا طبعا، وقناه السويس تعتبر مجرى ملاحي مهم جدا بتعدي عليه السفن. فده الموقع الاستراتيجي اللي ليه هو يحقق زي ما احنا بنقول بقى بالانجليزي وين وين، هو يكسب والدوله اللي عندها هذا المرفأ تكسب. لكن ليه بقى مصر دلوقتي؟ لان مصر حضرت نفسها انها تكون في هذا الاتجاه. لما تكون حضرت نفسي يبقى خلاص بقى، يبقى هو جاي لقى المناخ ملائم تماما، وانه كل العوامل اللي ممكن تخلي الفكره تنجح هتنجح. احنا بقى هنكسب من هذا ايه؟ اولا المنتج اللي طالع من قناه السويس مش هيكون بس حق المرور، هيبقى كل الخدمات اللي بتقدمها للسفن اثناء المرور. دي نمره واحد. نمرة اثنين، ان حضرتك بتحول هذه المنطقة لمنطقة تعتبر نموذج للمرفق الاخضر كله على بعض، لان انا لما اكون بنتج هذه الطاقات وبمولها للسفن، يبقى انا كمان بقيت نموذج للمدن والمرافق الخضراء. الحاجة المهمة الثالثة، انه بالاضافة طبعا لكل العوائد المادية، لكن شوف بقى حجم اللي هيشتغلوا
التقارير بتقول انه ممكن نصل الى اكثر من 100,000 فرصه عمل. صحيح. فلما يبقى عندي 100,000 فرصه عمل، خلي بال حضرتك فرصه العمل دي مش هتتوجد كده بس، لا ده انت عندك بقى مراكز تدريب هتشتغل عشان تدرب الناس دي، عندك هيبقى في الاستثمار والمناخ بتاع الاستثمار هيحرك ال 100,000 دول، هيخدم عليهم عدد كبير جدا من المؤسسات. صحيح. وعدد كبير جدا. لكن اللي انا بفخر بيه كواحد رئيس لمنتدى تنميه مستدامه، أيوه، ان بلدي تبقى نموذج لفعلا، مش بس ان احنا بنتكلم على التنميه المستدامه على المستوى المحلي، ولكن كمان نموذج على المستوى الدولي يبقى بنفخر بيه. واعتقد ان حاجه زي دي ممكن تكون برضه من اللي احنا ممكن نطرحه ونبينه بشكل واضح لما نيجي الكاب 27 في شرم الشيخ ان شاء الله في نوفمبر القادم باذن الله. الخبر ده خبر اعتقد انه يعني اتمنى ان الحوار اللي تم مع شركه ماسك انه يتحول الى فعلا حاجه عمليه نشوفها على ارض الواقع وتبتدي تتحرك بسرعه. واعتقد ان هم كانوا ما بيضيعوش وقتهم لما جم قعدوا مع سياده الرئيس عشان يتكلموا في هذا الموضوع. اه طبعا، يعني وهنا برضو يعني هحتاج من حضرتك يا دكتور عماد صححني، المساله انا اظنها هتمشي في الاتجاه بتاعها حتى نهايه الطريق وتحقيق هذا المشروع، ممكن يكون لسبب صححني فيه، هي مصر بتمتلك المقومات اللي تخليها قادره على انتاج بالفعل الطاقه الخضراء، ويمكن من ابرزها الهيدروجين الاخضر، لان انا عندي الميه وعندي السطوع الشمسي المناسب لاستخدام طاقه شمسيه علشان اعمل عمليه فصل الهيدروجين عن الاكسجين الى اخره يعني، وبالتالي انا مؤهل بقوه لإنتاج الهيدروجين الأخضر أكتر من دول كتير جدا في الدنيا، صح الكلام؟ صح الكلام 100%. والدليل على كده لو نرجع لورا شوية هتلاقي إن الحوار ده تم مع بعض مؤسسات أوروبية برضو مع سيادة الرئيس عشان تكون مصر مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر. فبالتالي والرئيس خلاص يعني هو واخد الموضوع بقوة، ما بياخدوش كده، لا هو حاطط عينه على الموضوع وماشي فيه بقوة، لأنه هو عارف أنه ده الاستثمار الصح في الوقت الصح. وعشان كده البنية الأساسية اللي موجودة في مصر لما بتبقى قوية بتبقى صناعة القرار كويس جدا وسهل جدا. لا أنا بأكد على كلام حضرتك أن مصر مؤهلة أنها تكون على فكرة مش بس عشان إنتاج الهيدروجين الأخضر لقناة السويس، ولكن أيضا كمان لبعض الدول الأوروبية هتستفيد من انتاج الهيدروجين الاخضر في مصر، وكمان احنا طبعا اكيد هيستفيد منه بعض الدول الافريقيه، لان مصر بتقود افريقيا في هذا الكوب، وبالتالي هيبقى برضه مصر هتبقى بتساند الدول الافريقيه في الحصول على هذا الشكل من الطاقه النظيفه، وده الحقيقه هينقل مصر نقله كبيره جدا، لان احنا بالانرجي ميكس او بالخليط الطاقه اللي هيبقى موجوده عندنا ده هيأهل مصر انها مش بس تحسن مستواها على التنميه المستدامه على المستوى الداخلي، ولكن كمان هتكون نموذج تستفيد منه الدول الاخرى في المنطقه العربيه وفي افريقيا. يعني خلينا يعني نعتبر دي نقطه جميله كلنا نحتفل بيها، وان شاء الله نجد ليها يعني اثار ملموسه في القريب العاجل بإذن الله. إن شاء الله. أنا بشكرك جدا مرة تانية دكتور عماد الدين عدلي رئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة. شوف احنا كنا زمان نقول يا رب انت أنعمت على أصدقائنا وأشقائنا وجيراننا بالبترول وبالغاز الطبيعي وحاجات زي كده، يا رب انعم علينا احنا كمان، معقولة نبقى يعني ان اتجهنا ذات اليمين نلاقي بترول، اتجهنا ذات اليسار نلاقي بترول، احنا في النص كده مفيش؟ كانت نظرة قاصرة، سيبك من انها فيها تحس كده ايه تخلي عن الايمان بانه ربنا سبحانه وتعالى كريم جدا وبيوزع الامور بمنتهى العدالة، لكن في حاجة تانية هي انه ان صلحت احوال الحاكم بحث عن حال الايه المحكومين، بحث عن حال الرعية. طيب فان صلحت احوال الحاكم دور بالبلدي كده على ازاي يزود من موارد الدولة، عندما لا تصلح احوال الحاكم ما بيفكرش في القصة دي، مش مهم خليهم زي ما هم، خليهم يتسلوا، خليهم عايشين عيشتهم زي ما هي، انا مش عايز وجع دماغ، احنا لسه هنفكر وندور على مصادر طاقة ومصادر ثروة وموارد اطلاقا. فلم تكن احوال الحاكم
صالح. فلما صلحت أحوال الحاكم فكر ودرس، فلقى إنه أنا عندي سطوع شمسي عظيم، وعندي مية في البحر المتوسط ومية في البحر الأحمر، وعندي كل حاجة. طب هو يا جماعة نقدر نحول ده لحاجة كده زي البترول، ثروة كده يعني؟ يعني إحنا ربنا أنعم علينا؟ أيوة أنعم علينا. طب يلا نشتغل على كده، فيبقى في عندي طاقة وعندي مية أحولها لحاجة جديدة اسمها الهيدروجين الأخضر، العالم بيلهث عليها. فيجي في وقت أتحول أنا لمركز لصناعة هذا النوع الجديد من الطاقة. من الآخر كده ده بترول العصر الجديد. أيوة ربنا أنعم عليك بالبترول، بس بترول أخضر بقى، مش الذهب الأسود ده، بقى الذهب الأخضر الجديد. أدي واحد. اتنين، ألاقي أنه صلحت أحوال الحاكم، فيدور ويبحث فيكتشف أن إحنا في عندنا منطقة غنية جدا بالغاز الطبيعي في البحر المتوسط. الله، وإحنا كنا سايبينها ليه؟ يلا بينا نشتغل وننقب وندور ونعمل شراكات فنلاقي. فيبقى في عندي إيه؟ حقول زي زهر وغيره. الله، ما إحنا ربنا بينعم علينا أهو. بس هي القصة فين؟ إن اللي يحكمك يبقى عنده ضمير، إن اللي يحكمك تبقى نيته خالصة، إن اللي يحكمك يبقى عقله شغال، الحاجتين مع بعض. ممكن يبقى فيه ضمير ونية بس ما فيش مخ. ربنا سبحانه وتعالى، والله العظيم والله العظيم والله العظيم، ده اللي في قلبي وفي قرارة نفسي، أنعم علينا براجل عنده الحاجتين، الضمير والمخ. الضمير يندرج تحتها الإخلاص والحس الوطني وكل الكلام ده، مش احنا اللي هنقيم الرئيس يعني. بس تاني هرجع أقولك الحاجتين موجودين اهو، ده بعينيك. ممكن أسألك سؤال، هو ده ما حصلش من 30 و40 سنة ليه؟ وشمعنا بدأ يحصل من 2014 يعني؟ اسأل نفسك السؤال ده قبل ما تسيب ودنك لأي حد. اسأل نفسك السؤال ده، ليه ما حصلش قبل 2014؟ من 71 ل 2014 البلد دي ما فكرتش في حاجة تقريبا. السؤال بقى، ليه في 2014 15 16 لحد 22 ليه فجأة اكتشفنا ان احنا عندنا غاز طبيعي؟ وليه فجأة اكتشفنا ان احنا نعرف نعمل هيدروجين اخضر؟ وليه فجأة اكتشفنا ان احنا نعرف نعمل اعادة تدوير للمية؟ وليه فجأة اكتشفنا ان احنا نعرف نعمل تحلية للمية؟ وليه فجأة اكتشفنا ان احنا نعرف نوسع الرقعة الزراعية بدل ما كنا سايبينها تتآكل؟ وليه فجأة اكتشفنا ان احنا نقدر نعمل استثمارات في شتى بقاع وربوع مصر؟ وليه فجأة اكتشفنا ان احنا نقدر نوسع الرقعة بتاعة السكان للضعف تقريبا؟ لا هو الضعف مش بس تقريبا، من 7% ل 14%. ليه فجأة كل ده حصل؟ ليه فجأة اكتشفنا ان احنا نعرف نعمل جامعات جديدة حديثة تبقى شبه الجامعات بتاعت بلاد برة؟ ليه يعني؟ ايه اللي حصل من 2014 ل 2022؟ اسأل نفسك السؤال ده، الإجابة أظنها واضحة يعني، مش محتاجة حتى منك مجهود يا أخي. يوسف أنت مالك واخد الموضوع على صدرك ليه؟ أقول لك أنا واخد الموضوع على صدري ليه؟ لأن أنا بستغرب جدا إنه الناس لما الحياة تشد عليهم حبة يفقد الإيمان. مش إيمانه بربنا لا سمح الله، إيمانك باللي بيحصل. يا راجل ده أنت كل يوم شايف. هتيجي تقول لي هو ما بينعكسش عليا ليه؟ هقول لك هم أقنعوك إنه ما بينعكسش عليك؟ يعني انت عايز تقول لي انه ما بينعكسش على الناس اللي راحت سكنت في اهالينا او سكنت في الاسمرات او سكنت في بشاير الخير او سكنت عند سور مجرى العيون؟ اصلا ممكن اقعد اعدلك، ولا في السيده زينب، ولا 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 في كل محافظات مصر الناس بتتغير حياتها. انت اقنعوك انه ده ما بينعكسش عليك؟ ده بجد يعني هم اقنعوك على سبيل المثال؟ طب ممكن اسال حضرتك سؤال، في أمريكا بيبيعوا بالجالون، ممكن تقول لي الجالون زيت الطعام الزيت النباتي بكام في الولايات المتحدة، الدولة الأغنى، الاقتصاد رقم واحد على مستوى العالم في ظل الأزمة الاقتصادية وكل الناس بقت حافظة كلمة البنك الفيدرالي، بس يعني سيبنا من دي. ممكن تقول لي البنك الفيدرالي اللي بيحرك السياسات النقدية في العالم والاقتصاد الأول على مستوى العالم والأكبر والأغنى، جالون زيت الطعام عنده بكام وجالون زيت الطعام عند سيادتك بكام؟ ورد انت على نفسك وقول لي انا مش حاسس ده في حياتي.
انت مش حاسس ان الدولة شايلة من عليك 75% تقريبا من حجم الزيادة السعرية اللي كانت ممكن تقع عليك بسبب الحرب؟ طب هو علاج فيروس سي ده كان بيعالج مين؟ طيب بما انه بتكلم على المساله بتاعت اصل انا مش حاسس ان ده بينعكس عليا في حياتي، هو بينعكس على حياه 60 مليون مواطن يا باشا. عشان الحق 58 مليون وكسور، مع الزياده السكانيه هو على نهايه المرحله الاخيره من حياه كريمه بامر الله يعني غالبا هيوصلوا لل 60 مليون. بس مش دي المساله. على سبيل المثال لا الحصر، حياه كريمه، مؤسسه حياه كريمه بتعلن عن ايه؟ عن تقديم 55 ألف خدمة تعليمية لطلاب قرى حياة كريمة. 55 ألف ده في إطار دور مجتمعي بتقوم به المؤسسة، بتدعم الطلاب الأكثر احتياجا. المؤسسة يا فندم بتتكفل بدفع المصروفات الدراسية وتوفير المستلزمات الدراسية كمان تقريبا في حوالي 20 محافظة. ده في المرحلة الأولى بتاعت 20 محافظة، دي المرحلة الأولى. يعني المؤسسة حياة كريمة دي بإذن الله سبحانه وتعالى هتدفع المصروفات بتاعت 55 ألف طالب تقريبا، وتجيب المستلزمات بتاعت الدراسة. تيجي تقول لي أصل أنا مش لامس ده؟ غريبة. أنا عارف إن في مواطن هيرد عليا وهيقول لي بس أنا شخصياً مش حاسس بده. هقول لك لا، هو أنت مش حاسس بده بس أنت عملياً مستفيد من الأسعار، لأنه الأسعار لو كانت متسابة للزيادات اللي حصلت بسبب الحرب أنت ما كنتش هتعرف تكمل خالص. ده بجد خالص مش هتعرف. الدولة اللي شالتها، شالتها منين؟ شالتها من الموازنة بتاعتها. طب ده معناه إيه؟ ان انا عارف اشتغل واحط احتياطات اعرف استخدمها في اوقات الازمات. طب لما انا بعرف اشتغل وبعرف احط احتياطات استخدمها في اوقات الازمات، ده معناه ايه؟ معناه ان انا دولة بتفهم. اللي انا بقوله لك ده، ويمكن تحديدا فيما يتعلق بمسألة مؤسسة حياة كريمة، ده جاي بتوجيهات واضحة من الرئيس، مباشرة من الرئيس. بتسعى المؤسسة لتقديم الدعم اللازم لطلابنا. فهمتني اقصد ايه؟ ادي كل القصه. انا هنا بقول لك على ملمح واحد، ومش هقول لك انه بسيط لانه مهم قوي عند ولادنا دول وعند اولياء امورهم. مهم قوي عند مصر كلها ان ولادنا يروحوا المدرسه بكرامه. ما يروحش المدرسه يقف بره علشان والده مش عارف يدفع المصروفات. لا، هو حقه يتلقى التعليم. حقه بالدستور يتلقى التعليم. طيب وإذا كان الولد أهله مش قادرين هنعمل إيه؟ هنتفرج؟ يا إحنا اتفرجنا يجي 50 سنة، كفاية فرجة بقى. يبقى لأ، هنسدد المصروفات. طيب الأهل مش قادرين يشتروا المستلزمات الدراسية، حاضر حياة كريمة إن شاء الله هتوفر لهم. يعني ده قرار أخذ خلاص يعني، ويعني قيد العمل بيه، هتوفر لهم المستلزمات الدراسية، فيصل إجمالي المستفيدين تحديدا بالملي كده، يعني دول 55 ألف فرصة، 40 ألف طالب وطالبة هياخدوا مصروفاتهم بإذن الله، تدفع مصروفاتهم وبإذن الله سبحانه وتعالى يستلموا كل مستلزماتهم الدراسية. فالولاد هتروح المدرسة زي الفل، بمنتهى الكرامة، بمنتهى العزة. محدش يقول له تلت التلاتة كام. هتيجي تقول طب ما ده معناها ان لسه في ناس صعب عليه. هتيجي هاجي ارد عليك وهقول لك يا راجل، اللي بيحصل من 2014 ل 22 جزء كبير جدا منه سداد فاتوره 50 سنه قبلها. تقريبا 50 او اقل قليلا. بنحاسب على فواتير مش بتاعتنا. بس وماله؟ احنا بلد واحد، وطن واحد، شعب واحد، فندفع الثمن مع بعض.
هسيبكم مع تقرير عن اليوم الثالث على التوالي وفعاليات مبادرة القافلة التنموية الشاملة انت الحياة اللي بتنظمها مؤسسة حياة كريمة هناك في محافظة الشرقية، شهداء بحر البقر 2 مركز الحسنية في محافظة الشرقية. ده اليوم الثالث، لسه القوافل الطبية مستمرة، القوافل الثقافية والفنية وورش العمل اللي تكسب أبناء قريتنا شهداء بحر البقر 2 مهاراتهم المختلفة في حرف يدوية، ندوات توعوية، تفهمهم مخاطر الإدمان والتدخين، تفهمهم مخاطر الزواج المبكر، تفهمهم مخاطر الحمل المتكرر. يبقى في ملتقيات توظيف عشان التمكين الاقتصادي، ودي من ضمن الحاجات المهمة اللي بتشتغل عليها المؤسسة وبتشتغل عليها مصر. عندنا 9 شركات بتشترك معانا في ملتقى، أنا بقول معانا دي باعتبار ان احنا كلنا واحد بالمناسبة، يعني في ملتقى التوظيف اللي معمول هناك هيساعدوا على توفير 500 فرصة عمل في قرية واحدة اللي هي الشهداء 2 للحاصلين على مؤهلات عليا ومؤهلات متوسطة وفوق المتوسط. عايز تعرف أكتر شوف التقرير. احنا جايين هنا في مبادرة انت الحياة تحت مظلة حياة كريمة، مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطن المصري البسيط اللي احنا جايين له، بنقول له احنا تحت امرك وجايين لك في اي ارض وفي اي مكان. احنا جايين هنا ومعانا بناء على تعليمات معالي الوزير ومعالي وكيل الوزارة، جايين ومعانا 7 عيادات طبية، معانا عيادة البطنة وعيادة الاطفال وعيادة النساء وعيادة تنظيم الاسرة وعيادة تطعيمات كورونا الجرعة الاولى والجرعة الثانية والتنشيطية، ومعانا كمان عيادة الرمد وعيادة العظام. احنا جايين بنقول للمواطن احنا تحت امرك، جايين عشان نكشف عليك ونقدم لك العلاج ونقدم لك كل الخدمات العلاجية كله بالمجان، مفيش فيه اي مقابل. احنا هنا في مبادرة انت الحياة تحت مظلة حياة كريمة، القافلة اللي بنظمها فخامة الرئيس. احنا هنا معانا 7 عيادات بنقدم عيادة العظام وعيادة الرمد وعيادة البطنة وعيادة النساء وتنظيم الأسرة، وعندنا هنا الجرعات التنشيطية عشان لو في معظم الناس ما خدتش الجرعة، خدت الجرعة الأولانية وما كملتش الجرعات، فاحنا هنا عشان نغطي كل حاجة. قافلة طبعا فيها كشف مختلف، عيادات مختلفة زي ما قلنا، في رمد، في بطنة، في نساء، في أطفال، كشف مبدئي لكل الحالات، الأمراض السهلة بتتعالج هنا، لو في حاجة متقدمة وكده بنحولها على المستشفى المركزي والمستشفى العام ونبدأ إن احنا نتعامل معاها. القافلة الطبية هنا احنا كده بيبقى زي إجراء مبدئي أو تشخيص مبدئي للمريض، إن كان هيحتاج هيحتاج معاه مثلا إجراءات أكتر من كده، إن كان عملية، إن كان إشاعة، إن كان تحليل، احنا بنحوله على المستشفى عندنا وبنبدأ نديله الخدمة الطبية كاملة يعني. في عندنا هنا أنشطة ثقافية بتقدمها وزارة الثقافة، بتقدم ورش ثقافية، بتقدم مسرح، وفي برضو هنا في الدور الثاني والثالث بالمدرسة الابتدائية في عندنا المركز القومي للمرأة، ما بيقدم ورش عمل حرفية على مدار اليوم الثالث، وفي برضو ندوات توعوية، وفي عندنا قوافل طبية بمختلف التخصصات، وفي مراكز برضو الشباب في أنشطة وفعاليات للأطفال. بسم الله ما شاء الله، حاجة حلوة خالص، حاجة حلوة ان هي بقت في بحر البقر قافلة طبية، وحياة كريمة احسن حاجة ان هي وصلت بحر البقر بالنسبة لنا من سنين يعني. انا خشيت قطعت تذكرة والدكتور كشف عليا واداني علاج اهو، مش دفعت ولا جنيه. لا يما ربنا يحرسهم لشبابهم، ومش نحرم من نحرم الرئيس، مش ننحرم منه العمر كله ويديله طولة العمر. احنا النهارده مشاركين في مبادره انت الحياه باكتر من انشطه، من ضمنها التدريبات الحرفيه، مستهدفين 120 سيده من اهالي القريه لست تدريبات حرفيه، الرسم على القماش والرسم على الخشب والزجاج المعشق وخرز النول وصناعه الصابون وصناعه منتجات بالموزايك. مبادره حياه كريمه جينا هنا عشان نتعلم حرفه، بحيث ان احنا مثلا يبقى مصدر دخل لينا ولاولادنا والاسر كتيره مثلا ان هي حالتها الماديه يعني متوسطه او اقل من المتوسط شويه، فاحنا اتعلمنا المدرب علمنا طبعا ازاي نكسر الازاز وازاي نشكله، بحيث ان هو يدينا في الاخر منتج يعني شكله مريح وشكله كويس للعين، اي حد يقدر ان هو يسوقه مننا. We'll be right back.
حركه الكريم دي ما عملهاش غير زيزو معروف يعني، مش كده زيزو؟ شوف الابتسامات حبيبي. طيب تلاقي الجماعه بتاعت الاخوان دي بتاخد ضربات قاسمه يعني. المجلس الاعلى لمسلمي المانيا طرد الواجهات الاخوانيه وقرر يجرد ابراهيم الزيات، ابراهيم ده هو وزير الماليه بتاع الجماعه، ويجرد ابراهيم الزيات من كل المناصب بتاعته. تعالى نشوف يا ترى هل ترى مجلس اعلى مسلمين المانيا والحكومه الالمانيه عملوا ايه مع الجماعه، وما هو مرتقب تجاه هذه الجماعه والاسلام السياسي والارهاب اللي في راي الحكومه الالمانيه وكانهما ايه وجهان لعمله واحده. معانا على التليفون كاتبنا وباحثنا الخبير في شؤون الجماعات المتطرفه استاذ ماهر فرغالي، ازي الصحه؟ صديق العزيز اهلا بيك يا استاذ. عامل ايه؟ كله تمام؟ والله تمام الحمد لله. كيف ترى طرد المجلس الأعلى للمسلمين ألمانيا الواجهات والكوادر الإخوانية وعزل الزيات؟ طيب مجلس مسلمي ألمانيا ده اللي هو بيواجه عندنا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اللي هو بيدير شؤون المسلمين في ألمانيا، وللأسف خلال السنوات الماضية استطاع الإخوان ان هم يتوغلوا فيه، وابراهيم الزيات كان عضو في هذا المجلس. من حوالي 3-4 شهور ماضية عمل المجلس اجتماع وتشاوروا فيه، وبثلثي الأعضاء قرروا طرد جماعة الإخوان المسلمين من هذا المجلس. طب ليه هيطردوهم؟ لأنهم بيتخذوا هذا المجلس ستار ووسيلة للتوغل داخل ألمانيا ولتجنيد الناس واستقطابهم والاستخدام الأقليات الدينية واللاجئين كجناح خارجي لجماعة الإخوان المسلمين وللتنظيم الدولي ولتمويل الجماعة الإرهابية. ماشوا الإخوان بسياسة داخل هذا المجلس، سياسة على محاور. المحور الأول هو أني أشتغل بواجهات لا تحمل اسم الإخوان. تاني حاجة أني أخلق نخبة داخل المجتمع الألماني موالية لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ده اللي عملوه خلال السنوات الماضية. ده اللي خلى الألمان قلقوا جدا، وسبقهم في ده النمسا بالمناسبة. النمسا برضو عملت ده وحرمت الشعارات الدينية والشعارات الإخوانية، شعارات الإخوانية اللي هم كانوا بيرفعوها، وبدأت برضو تحظر نشاطات جماعة الإخوان. تبع النمسا على طول ألمانيا، وبالمناسبة الدول الأوروبية كلها في توجه، يعني في توجه كبير جدا لهذا السياق ولهذا المسار اللي هو بيحرم الأنشطة الإخوانية وبيحظر نشاطاتها وبيطردها من المؤسسات اللي هم بيستغلوها. طبعا هم أستاذ يوسف زي ما احنا عارفين بيعملوا مؤسسات مالية واقتصادية وحقوقية طبعا، ومنظمات شبابية وثقافية زي الجمعية الثقافية بألمانيا اللي هي وجهة إخوانية، وزي التجمع الإسلامي بألمانيا وجهة إخوانية، الجماعة الإسلامية بألمانيا دي وجهة إخوانية، كل الواجهات الإخوانية دي. إبراهيم الزيات طبعا زي ما احنا عارفينه رجل خطير جدا، يعني هو مش حكاية مسؤول مالي بس، هو عضو في منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية المقرها لندن. دي منظمة إخوانية لها أزرع وفروع في أمريكا الجنوبية وفي كندا وأمريكا وأفريقيا، ودي واجهة اجتماعية بيستغلوها جدا. هو عضو في من القيادات بتاعتها، عضو في جماعة ميلي جورش التركية، وهو طبعا تعرف صهر أربكان، يعني واخد بنت أخت نجم الدين أربكان، بيربط دائما ما بين الأتراك وما بين جماعة الإخوان المسلمين. هو الرابط الكبير جدا والممول الكبير والمشرف المالي على شؤون الأموال لإخوان المسلمين. طيب هنا هيجي عندي سؤال، مسألة انه الحكومة الألمانية هي كمان بدأت تعلن عن مجموعة من المحاور اذا صح التعبير، يعني الحكومة قالت ان هي بتطرح 5 مقترحات بالتحديد على لجنة الشؤون الداخلية والوطنية متعلقة بالإسلام السياسي، وحطوا 5 مقترحات، اولها الإسلام السياسي والمتشدد ظاهرة واحدة. ماذا يعني ذلك؟ ظاهرة واحدة يعني بيقصدوا ان مفيش فرق بين القاعدة وبين الاخوان، مفيش فرق بين داعش وبين الاخوان. في مشتركات في الافكار، الايديولوجيات، السياسات، وهي اسقاط الحكومات واقامة الدولة على نمط اخواني،
سواء أي تنظيم فيهم. فالخلط اللي كان حاصل في الفترة الماضية بأن الإخوان لا تحمل جينات العنف داخلها وأن الإخوان تختلف عن القاعدة، وكان الإخوان بيروجوا ده بالمناسبة سنويا، هم بيعملوا مؤتمر سنوي في سويسرا اسمه مجلس مسلمي أوروبا، بيعملوا مؤتمر سنوي. هذا المؤتمر كانوا بيبعثوا رسائل للحكومات الأوروبية من خلاله بيقولوا إن إحنا نستطيع مواجهة داعش، إحنا الجماعة الوحيدة اللي هتكافح داعش والقاعدة داخل أوروبا. فبعض الحكومات الأوروبية صدقت الكلام ده، والآن ألمانيا بتقول لك لا مفيش فاصل، مفيش حاجة اسمها ده، مش بس مفيش حاجة فاصل، هو من ضمن المقترحات الخمسة إن هم بيقولوا وقف أي تأثير ديني قادم من، أو يعني منع أي تأثير ديني قادم من الشرق الأوسط. أنا أستوعب يعني جدا إن في صعود يميني في أوروبا بالكامل بما فيها يعني أي دولة ألمانية أي دولة أوروبية، وده من مشكلة بقى لازم إحنا نوضح ده، وعلى مؤسساتنا الدينية أنها توضح ده، إن في فرق كبير جدا بين إسلام الإخوان المسلمين والإسلام بتاعنا والدين بتاعنا الوسطي الجميل. لازم نتكلم في ده ونقول ونعبر لهذه الحكومات إن الإخوان المسلمين لا تعبر عن الإسلام وليست ممثل حصري وحيد للإسلام. دي النقطة. وبعدين هم الحكومات الأوروبية سيد يوسف يعني في مشكلتها كمان أنها يبدو أنها مش متحدة على استراتيجية واحدة. يعني هنشوف فرنسا خلال الأعوام الماضية السنتين اللي فاتوا عملوا استراتيجية اسمها فرنسة الإسلام، يعني أن أنا أحتكر كل الجمعيات الدينية اللي هي بتسيطر عليها الإخوان المسلمين والجماعات الإسلام السياسي في فرنسا وخليها تحت جمعية واحدة تدار من قبل الحكومة الفرنسية. لكن لما عملوا ده غلطوا، راحوا جايبين طارق أوبرو كواحد مشرف على هذه الجمعية، وطارق أوبرو أمام المسلمين ومفتي المسلمين في فرنسا وعضو في الإخوان المسلمين. ففي مشكلة، هم ماشيين باستراتيجية وفيها خلل. ألمانيا ماشية باستراتيجية، النمسا ماشية تقريبا بنفس الاستراتيجية، لكن بلجيكا وبريطانيا ماشيين باستراتيجيات مختلفة. فهو ده الخلل الكبير جدا. يعني حتى الآن احنا عندنا مشكلة في بريطانيا كمان، لبريطانيا لم تتخذ خطوات حقيقية لحظر جماعة الإخوان المسلمين أو لتحجيم نشاطاتها. أنا أعتقد أن بريطانيا في أمور كثيرة هتتغير خلال يعني السنين القادمة. يعني على كل، خليني أشكرك أولا أستاذ ماهر فرغالي الخبير والكاتب في شؤون الجماعات المتطرفة. بص عزيزي المشاهد عشان تبقى عارف المقترحات بالضبط بتاعت الحكومة واللي هتطرح على لجنة الشؤون الداخلية والوطنية. بص يا سيدي، هم خمس مقترحات متعلقين بالإسلام السياسي. واحد، الإسلام السياسي والمتشدد ظاهرة واحدة، أنا أعتقد أنه محقين في هذا الاقتراح ومناقشته كويس. 2، يجب الفصل في محاربة الإسلاميين المتشددين بين السنة والشيعة كويس. 3، يجب منع أي تأثير ديني سياسي يأتي من الشرق الأوسط. وأنا هنا بأظن أنه حتى مع صعود اليمين في أوروبا فإنه في لسه فرصة كبيرة كبيرة لطرح الفارق ما بين الإسلام والإسلام المتشدد، الإسلام الصحيح والإسلام السياسي. عندنا فرصة ذهبية ذهبية، يعني عارف أنت كده من رحم الأزمة تولد الفرص، هي دي. هم الإخوان كده عندهم أزمة، صعود اليمين في أوروبا بشكل عام يشكل أزمة لدول كتير جدا ومن أبرزها بالتأكيد دول الشرق الأوسط والمنطقة العربية. لكن نقدر جدا أن احنا ناخد الفرصة علشان خاطر يبقى في عندنا بقى هنا المفكرين والعلماء المختلفين في العلوم الدينية، ونقدر نطرح ده على الأوروبيين جوه الجامعات بتاعتهم، مش نقعد نتكلم هنا. الطرح مش ان احنا نتكلم هنا، الطرح ان احنا نطلب ندوات في الجامعات مثلا في ألمانيا، نطلب مناقشات في البوندستاج، ده الطرح. 4، يجب وضع استراتيجية شاملة للتعامل مع الإسلام السياسي. جيد. 5، وده المقترح الأخير، يجب الوقوف، خد بالك بقى من التعبير، بصلابة أمام مخطط نشر أفكار الإسلام السياسي في الأوساط الإسلامية. ألمانيا طهقت. ألمانيا طهقت من الإسلام السياسي. وألمانيا لأنه فيها عدد كبير جدا من مهاجرين جايين من دول إسلامية إذا صح التعبير، ولاجئين جايين من دول أخرى برضو إسلامية إذا صح التعبير،
فالتأثيرات السلبية اللي حصلت جوه المجتمع الألماني ككل بسبب وجود مسلمين متشددين ويمارسون الإسلام السياسي أدى إلى أنه المجتمع الألماني طهق، ودوائر اتخاذ القرار بدأت تطهق مع صعود يمين حدث بقى ولا حرج. وهيبقى لنا في ده يمكن تحليل أكثر اتساعا، فقرة كبيرة كده مليانة ودسمة ونقعد نتكلم فيها. طيب خلونا أروح على الصحة. وزير الصحة بيبحث إيه بقى؟ بيبحث تطبيق برنامج التشخيص عن بعد. تيجي تقول لي يعني إيه تشخيص عن بعد؟ هي حدوتة بس هي موجودة في الدنيا في حتت كتير جدا من الدول المتقدمة اللي بتشتغل بطريقة التشخيص عن بعد. يعني من الآخر كده بيتم التشخيص بتاع حضرتك أونلاين، يعني إذا كنت أنت في عندك مثلا أي تحاليل، لا قدر الله رسم القلب، مش عارف رسم مجهود، لا ده إيكو، لا ده كلام من ده، فبتروح الحاجات دي بتحطها على الأبليكيشن بطريقة معينة، بيرد عليك دكتور متخصص هو كمان وبيقول لك لا ده الوضع 1 2 3 4، دون أن تضطر إلى زيارة الطبيب أو انك بعد الشر تروح مثلا المستشفى في مسألة طارئة ولا حاجة، هتطمن وتبقى الحكاية كويسة جدا. الموضوع الثاني انه لا صحة لشائعة بيع 5 مستشفيات حكومية. مش احنا امبارح كنا بنتكلم على الشائعات؟ طيب صحينا النهاردة من النوم قال لك بيع 5 مستشفيات. خليني الاول ارحب بدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. منورنا يا دكتور. مساء الخير استاذ يوسف، تحياتي لحضرتك. ازي الصحة يا دكتور؟ اولا عاوزين نناقش المقترح الرائع بتاع انه يبقى في عندنا تطبيق للتشخيص عن بعد، قصته ايه ده يا فندم؟ هو الحقيقه كما يعني عودتنا القياده السياسيه والدوله المصريه ان احنا الحقيقه في الانجازات لا نناقش مقترحات ولكن نناقش او نعلن عما هو واقع. والتشخيص عن بعد الحقيقه بيتم فعليا ونحن نتحدث من خلال أكثر من 150 وحدة منتشرة في محافظات الجمهورية مرتبطة بالوحدات الصحية وفي والمستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة. المريض بيروح الوحدة الصحية بيكشف وفي دكتور تاني قاعد في مستشفى القصر العيني ومستشفى الدمرداش بيناظره مع وجود الطبيب اللي موجود في الوحدة. ده فعليا بيتم. احنا آخر أسبوع تم الكشف على أكثر من 10,000 مريض من خلال وحدات التشخيص عن بعد. في نفس الوقت إحنا عندنا 27 جهاز موجودين في 27 محافظة اللي بيتم المناظرة فيهم من خلال المجالس الطبية المتخصصة. فالنهاردة كان مجالس الطبية اللي هي العلاج على نفس الدولة، اللي هي اللجان اللي تتعامل، اللجان العليا اللي تتعامل في العلاج على نفس الدولة، العلاج على نفس الدولة عشان بس للتسهيل في قرارات بتصدر من خلال الكشف في المستشفى. وفي امراض معينه بتحتاج الى اعاده كشف من خلال لجنه عليا موجوده في المجالس في مدينه طنطا. فالعلاج على نفق الدوله استحدث منذ فتره ان انت مش محتاج تنتقل حتى تناظرك اللجنه العليا، ممكن من خلال وحدات التشخيص عن بعد ان انت في مكانك اللجنه العليا تناظرك. كويس. النهارده معالي الوزير الدكتور خالد عبد الغفار كان بيناقش توسيع التجربه، مش ان احنا نشتغل عليها. انه بدل ما يبقى هنا في 27 وهنا في 150 وهناك توجيه بان يزيد الرقم ده ل 300، انه يبقى عندنا كل الوحدات دي بتخدم المرضى من خلال مستشفيات الاحاله ومن خلال ايضا العلاج على نفق الدوله واللجان اللي موجوده في العلاج على نفق الدوله. يبقى بدل ما انا موجود في محافظه اسيوط على سبيل المثال وتم تشخيص حالتي بانها تحتاج الى علاج معين غير موجود في البروتوكولات العلاج، فبحتاج اخد ورقي وفحوصاتي اروح المجالس الطبيه المتخصصه اللي موجوده في 6 اكتوبر اسف الموجوده في مدينه نصر في الحي السادس يبقى اكشف في اسيوط في المستشفى اللي في اسيوط والدكتور او مجموعه الاطباء الاستشاريين اللي قاعدين في اللجنه العليا في المجالس يقدروا يشوفوني ويشوفوا في الفحوصات ويشوفوا التحاليل ويسالوا اسئله مباشره بدون ما انا اسافر من الاسيوط الى القاهره او من الواحات الى القاهره. ده اللي كان بيتم بنصته، فهو التوسع وليس التطبيق، لان احنا فعليا شغالين بالعلاج على نفقه بالعلاج على شغالين بطريقه التشخيص عن بعد من خلال التشخيص عن بعد. طيب عظيم جدا. قول لنا يا دكتور انهي 5 مستشفيات بالظبط اللي هيتباعوا؟ انا قلقان جدا. هو الحقيقه ما فيش لا 5 ولا 1 ولا نص ولا ربع مستشفى مملوكه للدوله هتتباع ولا حاجه بسيطه كده. طب جناح في المستشفى خالص. طب ملحق يعني
والحقيقه ان احنا وبرضه انا يعني عايز بس اقول حاجه يمكن الناس ما التفتتش ليها، انه بدايه الاشاعه ظهرت بالكلام على ان وزاره الصحه هتبيع 5 مستشفيات، منهم مستشفى اسمها شيراتون ومستشفى اسمها الجلاله. الحقيقه احنا ما عندناش في مصر مستشفى حكومي لا تتبع اي جهه حكوميه اسمها شيراتون اصلا، يعني ده بس من باب المعرفه يعني عشان تبقى الناس. ومستشفى الجلاله الحقيقه هي مستشفى تتبع جامعه الجلاله، ودي تتبع وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، او هي جامعه اهليه. المستشفيات الجامعيه ما بتتبعش اصلا، واحنا ما لناش علاقه بيها كوزاره الصحه. وزاره الصحه ما لهاش علاقه بالمستشفيات الجامعيه، يعني ليست ملكا لوزاره الصحه حتى تتبع. فالحقيقه في 2 مستشفيات من اللي قيل ان احنا قررنا نبيعهم كدوله وهو كذب، واحده منهم غير موجوده في الوجود، والثانيه هي لا تتبع وزاره الصحه. ده بس من باب. طب مش يمكن الثلاثه التانيين يا دكتور حسام، بس انتوا مش عاوزين تقولوا لنا، هتفاجئونا يعني. فبدايه الخبر تتحدث عن 5 الحقيقه داخله كذب صريح. احنا لم يحدث ابدا ان احنا اتكلمنا عن بيع ولا قلنا بيع. احنا كل ما قيل ان هناك مستشفيات 5 هم يتبعوا المؤسسه العلاجيه، مش 5 تم طرحهم او نفكر في طرحهم للاستثمار، لكن بنتكلم على مستشفى هليوبوليس، في مستشفى واحدة تتبع المؤسسة العلاجية. المؤسسة العلاجية دي هي اقتصادية انشئت في عهد الزعيم جمال عبد الناصر سنة 1964 لتقدم خدمة علاجية بأجر. هي كده، هي لا تقدم خدمة مجانية. فكان الفكر انه يتم الاستثمار في هذه المستشفى من خلال انشاء وحدات علاجية متميزة، من خلال أجنحة للسياحة العلاجية، من خلال مراكز تميز، أجهزة جديدة كفكرة بيتم طرحها لتحسين أداء المستشفى، وفي نفس الوقت إنه هذا الاستثمار سوف يعود بالنفع من خلال الإنفاق على بقية المستشفى وأجزاء المستشفى. لا تكلمنا عن بيع، وهذه فكرة مطروحة، يعني مش فكرة. ده مطروح على مستشفى هليوبوليس بس يا دكتور ولا المستشفيات التانية؟ هليوبوليس فقط، وهي مستشفى تقدم علاج بأجر بقانون إنشائها، يعني طول عمرها بتقدم كده. وبالتالي لم يذكر بيع، ولا نعرف ما من أين أتى البيع، ولم يذكر أنه في 5 مستشفيات تم بيعهم، ولم يذكر أن المستشفيات المجانية سوف يتم بيعها، أو المستشفيات المجانية سوف تتحول إلى مستشفيات بيع. كل هذه الحقيقة أكاذيب، والعجيب أن البداية هي بدأت بأكذوبة في مكان يقول الأكاذيب، ثم بدأت تدور كما يقول هو تدوير. طب دكتور، الأكاذيب الإعلامية بقالك كم سنة بتسمع عن بيع مستشفيات الدولة؟ حقيقة منذ أن يعني تخرجت من الكلية. تخرجت من الكلية ونحن نسمع عن هذا، وتذهب وتأتي وتزداد الإشاعات أحيانا. بس هي شدت بعد 2013-2014 حكاية بيع مستشفيات وزارة الصحة دي، القصة دي شدت جامد قوي يعني. لا، وأنا عايز أقول كمان أنه برضو سمعنا أنه نقلا عن مين اللي قال لمين أنه الدولة قررت ألا تنشئ أي مشاريع جديدة، أو ألا تبني مستشفيات جديدة، أو ألا يكون هناك انفاق على المستشفيات. انا عايز اقول بس معلومه يمكن بقولها لاول مره، وزاره الصحه المصريه من خلال توجيهات السيد الرئيس، وعندنا 1000 مشروع خلال السنوات القادمه شغالين عليهم، ما بين احلال وتجديد وانشاء جديد لمستشفيات جديده ب 54 مليار جنيه مصري تنفقها الدولة المصرية. 1000 منشأة طبية جداد، 1000 مشروع ما بين الإحلال والتجديد والجديد. والجديد أبسط حاجة أنه منذ أيام قليلة، يعني الإشاعة بتقول أن الدولة قررت ألا تبني مستشفيات جديدة، منذ أيام قليلة جدا، يعني لا تزيد عن 3-4 أيام، كانت هناك زيارة للسيد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار لمحافظة الفيوم، وأول حاجة كانت زيارة مستشفى الفيوم العام الجديدة، ودي ما كانتش موجودة، وبيتم بنائها
وبالتالي فده وهي يعني تقدر الناس والفيوم ليست بعيده، تقدر الناس تتحرك الى محافظه الفيوم وهتجد مستشفى جديده يتم بنائها اسمها الفيوم العام الجديد. دي مستشفى جديده من ضمن الالف. طب مستشفى جديده من ضمن الالف مشروع. هو في كم واحده هتبقى يعني الالف مشروع دول في منهم كم واحده ممكن تبقى جديده او كم منشاه جديده ما كانتش موجوده قبل كده؟ الحقيقه اعداد المستشفيات انا ممكن اعدلك بالمحافظات تقريبا لو حضرتك عندك وقت، لكن الحقيقه نحن نتكلم على مشروعات يعني وزاره الصحه. خليني اقول لك بعض اسماء المستشفيات اللي انشاء جديد. انشاء مستشفى بولاء ابو العيله المرحله الاولى انشاء جديد، انشاء استكمال انشاء مستشفى صبر العباسيه ده في مبنى جديد هيتم انشاؤه. خليني نكمل. انشاء مستشفى طوخ المركزي ده انشاء جديد، مركز تنميه صحه الاسره بغرب جهينه ده انشاء جديد. كفايه مش دي القصه، المهم ان انا عندي انشاء جديد. انشاء مستشفى طنطا العام الجديد خمس، يعني انشاء مستشفى بيل المركزي الجديد ستة، انشاء مستشفى الحامول المركزي انشاء جديد. لا احنا كده هنتحسد يا دكتور، هنتحسد. احنا نتكلم عن الحقيقه مشروعات زي بقول لحضرتك كده بتتكلم في 54 مليار جنيه محطوطها الدوله المصريه للانفاق على تطوير المنشات الصحيه المملوكه للدوله المصريه. فيعني الحقيقه يعني الانسان بيستغرب جدا من الاكاذيب التي ترد اكاذيب اكبر منها. والله دكتور حسام انا معرف اشكرك ازاي بجد، يعني الف 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 شكر ليك يا دكتور حسام. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه. ثانيه واحده، واستراح في جلسته قال لك هيبيعوا خمس مستشفيات منهم واحده اصلا مش موجوده وانت لسه بتصدق الاخوان. يوسف الشائعات مش لازم تكون مطلعها الاخوان. ما حاضر، مين واللي حد عنده هدف يعني مين اللي ليه مصلحة يطلع إشاعة يعني مين من الآخر اللي تهبد؟ ما خليني مستريح في جلستي يا نديم شوية. أصل يعني اللي قاله دكتور حسام واللي احنا ما كناش عارفينه قال لي خليني هقول لك معلومة ما قلناهاش قبل كده. في ألف مشروع ما بين الإحلال والتجديد من جهة، وهنا خد بالك في الأمانة في الطرح، وما بين الجديد تماما من جهة بتكلفة 54 مليار جنيه مصري. يعني ده في حد ذاته خبر جديد، ده للتاسعة اهو ماشي. طيب ما استريحش في قعدتي كده وانا بسمع، يعني انا بكلم دكتور حسام اقول له صحيح يا فندم موضوع اللي هتبيعوا الخمس مستشفيات، اول كلمه في اصلا مستشفى مش موجوده في الوجود ومستشفى تانية مستشفى جامعي واحنا ملناش دعوه بيها، فضلا عن انه المستشفى الجامعي ما بيتباعش. يعني ده فده مش اول القصيده كفر، هي دي اسمها قصائد الكفر. طيب مين اللي ليه مصلحة غير الإخوان يطلع شائعات؟ قول لي انت، هات لي واحد. محدش. واحنا هو بنتكلم في سياق الحديث هو مش بس بيتم نفي الشائعة، ده طرح العكس. ده انا مش بس ما ببيعش، لا ده انا ببني جديد. طب اعمل ايه تاني؟ قول لي انت. أنا هنا سؤالي لحضرتك عزيزي المشاهد وأنا قاعد كده مستريح جنب حضرتك على الكنبة، اعتبرني أخوك ابنك والدك، يعني أنا أنفع في الثلاث حاجات، يعني أخ ده مما لا شك فيه، أب ده أكيد لأنه أنا عيالي على وش جامعة، ابنك لأن أنا أكيد في ناس في سن أبويا وأمي قاعدين بيتفرجوا، فأنا قاعد جنب حضرتك على الكنبة، وأنا متعمد إن أنا أبقى قاعد جنب حضرتك على الكنبة إذا سمحت لي يعني، أبقى في ضيافتك هنا عندك في البيت يعني. بتصدقهم إزاي؟ أو بتتفرج على قنواتهم من أنهي منطلق؟ أو بتشارك بالمعلومات والأخبار بتاعتهم إزاي على صفحات التواصل الاجتماعي؟ هتقولي مش كلنا يا يوسف، هقولك صح. هتقولي يمكن كنا في الأول، أقولك مظبوط. هتقولي العدد بيتضاءل، أقولك جدا مش بيتضاءل بس. كويس؟ وهنا لازم تشوف بص كم الشراسة في إطلاق الشائعة والشراسة في الهجوم، كم الشراسة دي وكمان الكثافة يعكس ايه؟ شراستهم وكثافتهم
خد بالك، يعني شراسة هجومهم وكثافة هجومهم تعكس إنه الخصم بتاعهم قوي وخطير. يعني أنا أقدر أقول لك والعزة ربنا وحده والعظمة ربنا وحده، أنا مشعل التنظيم ورحمة أبويا في تربته، أنا مشعل التنظيم ده لوحدي، أنا قلتها من شهر، أنا لوحدي أقوم بيكو وقمت، فما بالك ببلد، بلد شعب لفظك وطن لفظك بيحتقرك مش هيقبلك، اعمل مهما تعمل مش هيقبلك، اعمل مهما تعمل مش هتعود للحكم، اعمل مهما تعمل محدش هيصدقك، اعمل اللي، شوف تاني، اعمل اللي ما انتش راجع، اعمل اللي هتفضل مطرود منبوز منفي، بتطرد من بلد لبلد لبلد. المتوى الاخير ايه؟ لندن هقو، زي ما اطردت قبل كده هتطرد تاني. نتراهن، راهنتك قبل كده وقلت لك هتطرد، ما سمعتش الكلام وطلعت قليت ادبك واطردت. البحر الاحمر، او الله بصص البحر الاحمر ده فعلا انا ده رايي يعني من اجمل الاماكن اللي في الدنيا ده بجد، وانا دايما اشجع البحر الاحمر اكتر من الساحل الشمالي بكتير. نفسي يا اخي تجربه البحر الاحمر دي تتعمل في الساحل، بس هنعمل ايه، ادينا بنحاول. اعاده فتح الصيد بقى، موسم الصيد في مياه البحر الاحمر، بس امتى؟ بعد ما اتحطت الضوابط الجديده. معانا على التليفون سياده اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر. اهلا 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 يا فندم. مساء الخير يا فندم، ازي صحه حضرتك؟ معلش انا طولت، بس الاخوان واجعين لنا دماغنا. لا لا ابدا، عاملين لنا دوشه العيال دي مش عارف ليه. انا بكون انا بصعب بالكلام ده جدا يعني. يا رب يخليك يا استاذ، ده اكيد ده اكيد يا فندم، انتوا خط الدفاع الاول اصلا يا فندم. ربنا يخليك يا فندم، ده عشره عمر يعني. بقول لحضرتك بالنسبه لحظر الصيد، احنا كان عندنا حظر بيتم، ده فعلا حظر سنوي بيتم شهرين في السنه. ده للمحافظه على الذريعه بتاعت السمك يعني، وده بالنسبه للبحر الاحمر ده معتاد عليه، لكن احنا يمكن السنه دي كان الموسم امتد او عمليه الحظر انا اسف امتدت لمده 4 شهور. ده كان ناتج عن ان لو حضرتك تتذكر كان في حادث لسمكه القرش. أيوه. ده كان من حوالي فتره. صحيح. واحنا لما قعدنا بحثنا مع الناس المختصين هذا الموضوع، يمكن كان من الاسباب اللي اشاروا عليها عمليه الصيد الجائر. الصيد الجائر دوت بيستخدم فيه بعض الحاجات اللي هي بتاثر على حاجتين بقى يا استاذ يوسف، بتاثر على الذريعه بتاعت السمك الجديده اللي بتتولد، ثم بتاثر كمان او على الثروه السمكيه بصفه عامه اللي موجوده داخل البحر الاحمر، ثم بتاثر بعضها او بعض الاساليب والطرق على الشعب المرجانيه. فيمكن احنا حطينا بعض القواعد والشروط يعني هلخصها حضرتك سريعا علشان وقت حضرتك. لا يا فندم بالعكس، احنا بالنسبه للصيد المهني اللي هو ده يعني حظر استخدام الشباك بنستخدمها على الحيود المرجانيه، ولكن بيصرح بها فقط في بعض المواسم اللي هي موسم صيد السمك البربوني في مناطق محدده، وكذلك برضو في شباك اسمها شباك الغاب بتستخدم لصيد اسماك البوري، فده يمكن بنحظره الا في المواسم اللي انا اشرت اليها. وبرضو حظر صيد مراكب الجر اللي هي اللي بنسميها الترولينج في كافه مناطق البحر الاحمر، ممنوع تماما. الجر ممنوع. في برضو صيد اسمه السخاوي والشركان، ده انواع معينه من الصيد دي منعناها تماما. برضو الصيد بالهاربون او الضرب بالهاربون ده من الحاجات اللي محظوره تماما. احنا ايضا مش هنصدر تراخيص صيد جديده للافراد والانشاط، يعني يكتفى بالحجم اللي موجود عندنا، وحجم الحقيقه الاسطول اللي موجود للصيد اللي هو المهني حجم كافي وكويس جدا. احنا مش يعني خلال المرحله دي على الاقل مش هنصدر جديد. طيب ده كويس خالص. بالنسبه لصيد الهواه الترفيهي، وده يمكن كان ناس كتير بقى يعني
بتيجي عندنا طبعا، واحنا عندنا سياحه لهذا الموضوع. اه طبعا. فاحنا لكن حطينا له برضو بعض المحاذير الحقيقه، لان في بعض الناس ما بتلتزمش. فبالنسبه لانشطه الركوب اللي هي الركوب بالاجر العامله في الغرض دوت، اللي هي عامله في غرض السنوركلينج اساسا، او يحظر عليها بقى، هي بتشيل سياح وبتعمل سنوركلينج كلام زي كده، يحظر عليها العمل في انشطه الصيد. بالنسبه لمراكب النزهه الكبيره اللي بيتعدى طولها 15 متر ولها ريس ولها قبطان وطاقم بحري، ده احنا بنديله تصريح صيد فقط لمده لا تزيد عن 3 ليالي 4 ايام. انه مده بقائه في الميه هي 3 ليالي فقط. يعني طبعا كان بيقعد اسبوع، وده انا بقول لحضرتك بيأثر شويه على الكميات. احنا بنحاول ان احنا يعني زي ما بيقولوا تو كومبرومايز موضوع الكميات شويه. برضو احنا بالنسبه للمراكب الصغيره اللي هي ما لهاش بيبقى قبطان او طقم، يعني بتبقى اصغر من 15 متر، دي بنخليها ليله واحده فقط لمده يومين. كويس. حددنا كميات الصيد لاي نوع لمراكب النزهه، لا تزيد الكميه عن 5 كيلو بالنسبه للفرد الواحد في اليوم، حد اقصى 30 كيلو جرام للمركب الواحد طول مده الرحله. حضرتك هتقول لي ازاي هتتابع الموضوع ده؟ احنا بنتابعه طبعا بالتنسيق مع القوات المسلحه وحرس الحدود، وطبعا عندنا ايضا البيئه ايضا بتساهم بهذا الموضوع. فالمركب بتتشاف وهي داخله، وبتبقى طبعا بتتراجع وهي يعني خارجه بالمعدات اللي عليها والكلام ده. بس يعني هو ده. طب سياده اللواء، انا اشوف انه بره كانوا بيعملوا حاجه لطيفه جدا على ذكر بقى اخر نقطه حضرتك ذكرتها دي، على فكره مساله المتابعه. المركب وهي داخله على المراين بيتم التفتيش عليها علشان نشوف احجام السمك، انا بعرف عمره من حجمه. فاللي بيحصل انه لو انا لقيت انه المركب داخله باحجام سمك صغيره من اللي انا اصلا مش عايز يتم اصطيادها، وعاوز اسيبها تاخد دوره اعمار وتزاوج وتفريخ فيما بعد ذلك، فبقول ممنوع الصيد في ده. هل احنا هنعمل ده عندنا او بالفعل بنعمله، انه لو انا اكتشفت ان حد بيصطاد سمك صغير اوقع عليه عقوبه؟ احنا شغالين على البروسيس ده، يعني احنا بس حطينا دول مبدئيا. هو حضرتك خلي بالك في شبكه اسمها شبكه الشنشول اللي حضرتك بتتكلم ده سيب الشبك بالتحديد اللي بيحصل فيه الموضوع ده، وساعات على السناره برضو، والسناره احيانا. ولكن الصيد بالشبكه هو اللي بتبقى شبكه لها حجم معين. المفروض الشبكه ديت لو ضاقت عن هذا الحجم فبتاخد معاها الذريعه الصغيره او الاحجام الصغيره. المفروض احنا بصدد ايضا، يعني احنا مش عاوزين بس نضايق قوي الموضوع دلوقتي، يعني احنا فتحنا لان فعلا كان في ضغوط، ويعني الناس كانت بتطالب بكده، ويعني انا يعني اكتر من حد تواصل معانا سواء يعني هواة الصيد، واحنا بنتعامل عليه بينا مسابقات صيد والكلام دوت. أيوه. في ان احنا نفتح ونحط بعض القواعد المبدئيه. ده مش هيكون اخر حاجه، يعني ده مش هيكون اخر حاجه. احنا بالمراجعه او بالمشاهده خلال مثلا شهر او شهرين تانيين هنبتدي نراجع نفسنا تاني، بنعمل اجتماعات تاني، بنقعد مع البيئه وبنقعد مع المختصين عندنا، وبنجيب نفس الصيادين برضو المتخصصين، وبنجيب ناس وبنقعد معاهم ونتناقش في هذا الموضوع. فممكن ان احنا برضو نطور هذه الاجراءات الى اجراءات اضافيه. طيب اخيرا بقى، انا ما بعرفش اصطاد بصراحه بس انا مهتم بالفكره يعني من زمان. أيوة جدا. أيوة. اتابع. أيوة. انا مشاهد جيد. طبعا. يعني طبعا. أيوة. فانا عارف انه مثلا في سنغافوره كانوا بيعملوا ايه بقى، دول شطار قوي، بيعملوا عمليه اعاده استزراع علشان اعاده الاستثمار في الثوره السمكيه او المخزون السمكي، وحتى طبعا ادرى مني يعني هي جزر. فبيعمل ايه بقى، بيلقي يعني بيعمل اعاده استثمار لانواع من السمك، وبعدين بتبقى جوه زي في بحيرات صغيرة بس شبه مفتوحة، يعني مش مزارع مغلقة، وبعدين يبدأ ياخد الزريعة دي ويعيد إلقائها مرة تانية في المياه المفتوحة بحيث أنه يزود المخزون السمكي اللي عنده. هل هنقدر نعمل ده عندنا برضو ولا لأ؟ عملنا ديت فعلا المشروع دوت، بنشتغل عليه واشتغلنا فيه وبدأنا يعني إن شاء الله بإذن الله يعني خلال المرحلة اللي جاية يبدأ يشتغل. احنا عاملينه على استزراع الجمبري. حلو. وعاملينه في الشلاتين. حلو قوي قوي. والحقيقه يمكن ان هم خدوا على مساحه مش بطاله، يمكن خدوا حوالي يعني 500 فدان بيشتغلوا عليهم في الموضوع دوت. شغالين عليهم موضوع، هم محددين بالتحديد استزراع جمبري، ولكن اللي حضرتك بتتكلم عليه ده وارد جدا ان هو يتم برضه ان احنا نشتغل على هذه الفكره. ولكن اللي انا فهمته
من المختصين اللي انا قعدت معاهم ان له اماكن وله طيارات في البحر معينه وله ظروف مناخيه معينه لازم يشتغل عليه. فالجماعه اللي جم بيشتغلوا على هذا الموضوع الحقيقه يعني محققين يعني نجاحات لغايه دلوقتي كويسه. يا مسهل الحال نشتغل بقى كده على البربوني والناجل والتونه يعني نشتغل شويه كده هتبقى حاجه كويسه عشان نعرف ناكل كويس. ايوه اشكرك جدا اشكرك جدا سياده اللواء، ربنا يخليك كل الشكر سياده اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر. الناجل ده حلو حلاوه يا جماعه، الله يمسيه بالخير بقى رامي السكري صديقنا العزيز. فرامي بقى ايه صياد، فرامي عبد العزيز السكري ابن الاستاذ عبد العزيز السكري، فرامي يعني كاتب وسيناريست ومنتج وحاجات زي كده فغني عن التعريف يعني. فالمهم فرامي بقى غاوي صيد، فرامي جه مره من المرات طلع اصطاد في حماطه بحر احمر برضو ورجع لنا. كنت اول مره بقى اشوف الناجل دي، قال لي بص الناجل دي يا يوسف، قول لي شو يوسف قول لي يا جو، الناجل دي يا جو زبده. قلت له يعني احلى، ما انا خد بالك بقى انا بتاع بحر متوسط كنت اصلا، فقلت له يعني احلى من القاروص. قال لي قاروص بقول لك زبده، دي بتاكل الفص كده يدوب. اه والله هي سمك لونها احمر كده حلوه بنت لذينه مذهله مش مرجان ناجل. ورامي صايد بقى اصطاد لنا ناجل واصطاد لنا تونه واصطاد لنا كابوريا واصطاد لنا مش عارف حاجات كتير جدا، وعمل لنا بقى حته عزومه يا نهار ابيض، ترابيزه اجتماعات كبيره عندنا في الشركه بتاعتنا بتاعت الراديو يعني، وحط لنا بقى عليها السمك. طبعا احنا كلنا الاول دقنا الناجل دي على استحياء، خناقه عن ناجل، عشان كده انا احب ان احنا نزود الناجل خصوصا سمعت ان اعداده بتقل شويه. خلود، خلود بقى بنت من بناتنا والله العظيم عجبتني جدا قوي، لانه خلود مش عايزه تقعد مربعه ايديها ولا تقعد تغني ظلموه ولا تقعد تشتكي همها للي رايح واللي جاي. خلود بتاعت شغل، فتعمل ايه بقى؟ تعمل غسيل سيارات ديليفري. اه والله ما بهزر، عملت كده فعلا وخدت قرار. خلود خالد خدت قرار ان هي لن تقف مكتوفه اليد وهتشتغل وتبدا تعمل مغسله سيارات متنقله. خلود اصلا مهندسه زراعيه، ايوه، وخدت قرار انها تشتغل تاكل لقمه عيش بالحلال. يا رب تاكلي بقلاوه يا خلود، مش بس لقمة عيش بسيطة كده. وبدأت الخطوات لما شافت فيديو على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي حاجة في أوروبا كده، واحد بيغسل عربيات اللي هو بيسموه الغسيل الجاف اللي من غير مية. طب خلود تعمل ايه؟ شغلت نعمة ربنا المخ. حضرتك تتغسل لك العربية وانت قاعد باشا في البيت، عايز تعرف تعمل كده ازاي؟ تكلم خلود طبعا، بس الأول اتفرج على التقرير. أنا اسمي خلود خالد، خريجة كلية الزراعة دفعة 2015. طول ما أنا كنت شغالة في مجال الزراعة كنت حابة أعمل مشروع خاص بيا يبقى مختلف، يبقى في بنها مختلف عن أي حاجة موجودة، لحد ما ربنا وفقني في فكرة غسيل العربيات، غسيل جاف ديليفري تحت البيوت في بنها هنا. والحمد لله الفكرة نالت يعني إعجاب الناس هنا. اللي دفعني ناحية الفكرة دي إن هي أول حاجة فكرة مختلفة محدش نفذها في بنها، وأنا بحب الأفكار المختلفة يعني بصفة عامة. تاني حاجة لقيتها إن هي هتوفر للعميل وقت ومجهود وبنزين، زائد إن أنا كمان هحافظ له على العربية من أضرار المية زي البارومة والصدى، اللي أنا ما بستخدمش مية خالص، أنا بستخدم مواد. كل جزء في العربية بيبقى ليه مادة خاصة بيه أنا بستخدمها. أنا عمر خالد أخو خلود، هي جت عدت عليا الفكرة إنها عاوزة تعمل مغسلة عربيات ديليفري في بنها. قلت لها تمام ماشي مفيش مشكلة ما دام أنا هبقى معاكي. طبعا ما ينفعش يعني بنت طبعا تشتغل بالليل لوحدها طبعا حاجة زي كده في الشارع. قلت لها ما دام أنت عاوزة حاجة كويسة ومش منتشرة في بنها أنا معاكي مفيش مشكلة. نزلنا طبعا في أول يوم كنت أنا معاها تشتغل بإيديها، كل اللي حصل في بنها كلها يعني الحمد لله يعني الفكرة لقت استحسان في البنها. انا كنت جايب العربيه فلقيتهم بيعملوا عربيه هنا، فرحت رايح لهم سالتهم انتوا بتعملوا بميه ولا من غير ميه؟ قالوا احنا بنعمل الشغل من غير ميه. قلت لهم طيب تليفونكم كام؟
فراح مديني كارت بارقام التليفونات بتاعتهم يعني. فانتظرت كده يومين ثلاثه وبعدين اتصلت فردت عليا المدمزيل اتفقنا مع بعض يعني وادتني ميعاد على اساس يوم الجمعه النهارده الساعه 2:30 على اساس ان انا موجود في الوقت ده. فاجوهم بصراحه وزي ما انتم شفتوا كده لما استقبلتهم يعني وبداوا يشتغلوا في العربيه واتمنى يكون الحاجه يعني على المستوى المأمول. انا عشان انشر الفكره بتاعتي دي كنت كل الشغل بتاعي على السوشيال ميديا، كنت كله اعلانات، نزلت اوزع ورق في الشارع بنفسي، كنت بدخل للمطاعم والكافيهات واصحاب المحلات اعرفهم بنفسي واعرفهم المشروع بتاعي. ناس كتير طبعا كانوا بيشجعوني وناس كانوا بيقترحوا عليا ان انا اسيب الورق بتاعي عندهم مثلا لو صالون حلاقه او مطعم او قهوه او حاجه، وكانوا الناس بيساعدوني بصراحه ان هم ان انا اوصل الفكره بتاعتي. فكان النت وكنت انا بنزل بنفسي انشر الفكره واعرفها لده واعرفها لده وكده. عايزه اقول لكل شاب وكل بنت وبالذات البنات ان انت لو جات لك فكره انت مؤمنه بيها ما تنكسفيش وتقولي مثلا لا ده انا مهندسه، لا ده انا مثلا دكتوره، ده انا كذا. الفكره ما دام انت مؤمنه بيها وهي مش ضد الدين ولا اي حاجه يعني لا تعبنا ولا حرام، خلاص ليه لا. اتصل بخلود اخد فرانشايز خلود عشان هي بتشتغل في بنها بس، فعايزينها بقى يعني عندنا في القاهره الجيزه يعني كده يعني وفي اسكندريه يعني اي مكان انا بروحه انا عايز يبقى فيه المشروع ده. وبعدين اللي بيتعمل ده مش مجرد غسيل عادي، ده كار ديتيلينج يعني بيركزوا في التفاصيل وجايبين الفرشه اللي يعملوا بيها كده وبتاع. انا الحاجات دي بالنسبه لي بقى لفت النظر جدا جدا. طيب انا احب غسيل العربيات قوي زي ما بحب الاكل، عندي هوايات غريبه قوي في حياتي مش عارف انا بجيب الهوايات دي منين. المهم يعني خلوني هروح على بقى حاجه عجبتني انا قوي قوي. المتحده شركتنا الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه بتطلق حمله، الحمله دي اسمها ايه؟ اخلاقنا الجميله. طيب ايه الهدف؟ الهدف هي انها تفكرك بقيم انسانيه وتقاليد اصيله وحاجات حلوه من اللي عشناها واحنا صغيرين واحنا بنكبر عليها وامور كده بدات تختفي. خلوني اخد معايا على التليفون كاتبنا الصحفي الكبير استاذ اكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. اهلا 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 يا استاذ اكرم. اهلا بيك، اهلا وسهلا. حكايه اخلاقنا الجميله بتاعت المتحده، انا بما اني رجل محب للطعام فاول حاجه بتيجي على بالي فين ايام المواسم بتاعت عاشورة مثلا، وين ودي طبق العاشورة، الطبق ما يرجعش فاضي لازم يرجع مليان، الحاجات بتاعت صباح الخير صباح الفل اهلا وسهلا اخباركم ايه، يعني الود واللطافه والظرافه والكرم المتبادل ما بين البني ادم واخوه. طبعا هو والناس الحقيقه يعني على مدى السنوات اللي فاتت في الطرق في الشوارع في طريقه المعامله دايما بيتكلموا على الحنين لزمان او فكره الاهل والتربيه والطبقه الوسطى يعني في باكج كده او مجموعه حاجات في طريقه المعامله في طريقه الشراء والبيع حتى في تشجيع الكوره وازاي انه يبقى فيه اخلاق رياضيه وما فيش مانع ان الناس تشجع نوادي مختلفه بس تبقى القصه كلها في تنوع واخذ ورد وخف الدم وحاجات دي. بالاضافه طبعا للموضوع اللي هو احنا دايما بنفتكر انه الاجيال الاقدم شويه فاكرين حاجه كانت بتبقى احيانا الناس بتفتكرها دلوقتي اللي الحاجات اللي كانت بتتكتب على ظهر الكراريس في المدارس طبعا وفكره التربيه والتعليم اللي هي اغسل ايديك قبل الاكل وبعده وفكره انك تبقى فكره النظافه الشخصيه فكره الصوت الواطي المعامله الاخذ والرد اللي هو جو كده مجموعه حاجات حتى مرتبطه بالسلوكيات العامه يعني السلوكيات العامه في بيوتنا التعامل مع الناس انه اللي بينظف بيته وهو بيهتم انه يبقى قدام بيته نظيف او قدام شقته نظيف الحاجات دي طول الوقت بتبقى مجال نقاش. لكن اعتقد انه المبادره والحقيقه الشركه المتحده في مجموعه مبادرات طرحتها في الفترات الاخيره
متعلقة بالفن، متعلقة بالدراما، متعلقة بالأفلام الوثائقية، تشجيع المواهب، حتى الرياضة واكتشاف المواهب الرياضية. يعني احنا بنتكلم على مجموعة حاجات مهمة جدا ومطلوبة، لأنه ده جزء من دور الإعلام، فكرة التوعية، فكرة أن الناس تبقى لديها وعي باللي بيحصل، أن الناس تبقى لديها أخلاق عامة. وحتى يعني احنا بنتكلم على في فترات كتيرة تبقى المظاهر موجودة بس الفحوة والضميرة والأخلاق مش موجودة، بمعنى أنه 99% من الأديان معاملات والعشرة في المية بتبقى عبادات. ممكن الناس تركز على العبادات ودي ضرورة وجزء رئيسي من الإسلام والمسيحية وغيره، لكن المعاملات هي الأهم، الصدق، عدم تصفيف الموازين، التعامل مع الناس، الأخذ والرد. أنا فاكر زمان قوي كان في برنامج أكيد فاكره، الدين المعاملة، بالضبط. وده اتعلمناه يعني. هي يعني بصراحة فكرة حتى التوعية بالقضايا العادية، زي القضايا اما نبقى بنختلف ونتفق مع بعض بس الناس ما تعليش صوتها على بعض، يعني فكرة انه حتى يبقى الناس بتتناقش وتبقى لديها احترام متبادل. كانوا يقولوا زمان انه مفيش حد، بنت بيبقى ماشية في الشارع فحد يعاكسها، او يبقى في تلامذة مع بعض يبقوا اصحاب ممكن يتخانقوا فالاب او الام يتدخلوا للاصلاح بينهم، مش يحرض واحد فيهم على انه يسيح دم التاني. يعني الفكرة دي هي مجموعة حاجات بتتعامل مع بعضيها وبتشتغل بالشكل اللي يبقى موجود بشكل دائم في الإعلام، موجود بشكل دائم في المدارس، موجود بشكل دائم في الرياضة. يجب أن تتوقف تماما، لأنه جزء مهم قوي. حتى بعض الناس اللي بيشجعوا الرياضة انصرفوا عنها بسبب تحويل الامر الى حرب او خناقه، والرياضه ما هياش خناقه، او تجاوز في الالفاظ او شتائم او تعدي. يعني ده بقى اللي عاجبني قوي في مساله الحمله اللي بتطلقها الشركه المتحده في مساله اخلاقنا الجميل. خلينا الاول اشكرك استاذ اكرم جدا 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 على هذه المداخله، الكاتب الصحفي الكبير استاذ اكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع. هي فكره انه يبقى فيه شركه للخدمات الإعلامية وتبقى مهتمة بأنها تعيد أمور من الأمور الجيدة أو الجميلة أو الرائعة إلى المجتمع، مش بس لأنها شركة تعمل بمجال الإنتاج أو ما إلى ذلك، هي شركة مهمومة أو معنية بأنه المجتمع حاله يتغير إلى كل ما هو إيجابي. فلما يبقى في منافسة في الرياضة تبقى أهلا وسهلا بالمنافسة وأهلا وسهلا بالتشجيع، بس يبقى في إطار الأخلاق الرياضي. لما يبقى في اختلاف وجهات النظر مفيش أي مشكلة على الإطلاق، بس يبقى الاختلاف مبني على أن هناك حدود فاصلة ما بين اللائق وغير اللائق، أنه الناس ترجع تاني تتعامل مع بعض بمحبة وبود. أرجع زي ما كنت بقولك، بما أني رجل يحب الطعام جدا، أنا أحب أن أنا أشوف، وده بجد مش هزار والله، أحب أن أنا أشوف المشهد بتاع زمان لما كنا نخش عند البقال قبل ما يبقى اسمه سوبر ماركت، فنخش عند البقال فيقولك مثلا إيه، على فكرة ده أنا عندي زيتون حلو قوي يستاهل بقك، دوق، تشتري ما تشتريش، الراجل مش زعلان، يعني مش مقموص أن أنت دقت وما اشتريتش. ده أنا عندي جبنة رومي تستاهل بقك، ده مش عارف جايلنا عيش طازة يستاهل. كان زمان الناس كده، ما كانش حد بيشتري حاجة من غير ما بيدقها، ما كانش فيه مواسم مختلفة، الناس ما بتبعتش لبعض طبق من ده وطبق من ده، والطبق يفضل يسموه طبق الدوار باين ولا ايه، لازم الطبق يرجع عملية. دي أخلاق بالمناسبة، مش مجرد أكلة وتعدي، المسألة ما هياش كده على الإطلاق. الناس ما كانتش بتتخانق مع بعض بهذه الكثافة ولا بهذه الكثرة ولا بالطريقة دي. الفن في حد ذاته زي ما الرياضة، المنافسات الرياضية والبطولات دي كلها معمولة مش عشان نتخانق، هي معمولة علشان الرقي، أنت ترتقي فوق أي خلاف. الفن جزء كبير جدا، إن لم يكن هو اسمه كده فن، الفن خلق، فما بالنا بأروع الفنون من وجهة نظري الموسيقى. الجمهور عندنا في مصر، عالمنا أظن العربي أيضا ينتظر انطلاق فعاليات مهرجان رشيد
للغنى، واللي بتنظمه دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع محافظة البحيرة، بيضم بقى عدد كبير جدا من مطربينا ونجومنا من خلال هذا المهرجان والمقام على مدار تقريبا 3 أيام، يبدأ بإذن الله يوم الخميس الجاي 22 سبتمبر، هيبقى خميس جمعة سبت. شايفين بقى حضراتكم، ده راجل بالمناسبة من أكتر الناس اللي مشهود لهم بحسن الأخلاق، الفنان النجم الكبير هشام عباس. أهلا 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 أهلا. السلام عليك يا يوسف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا هشام، عامل ايه؟ وحشني دايما قد الدنيا والله. ربنا يخليك حبيبي، أشكرك والله. هشام يمكن هتكلم على المهرجان رشيد، بس أنا الحقيقة كنت بقول شهادة غير مجروحة وهي حقيقية، أنت هشام من أكتر الناس اللي مشهود لها بحسن الأخلاق وباللطف وبالمودة والكلمة الحلوة في المطلق لكل الناس. يا فندم ده كرم كبير من ربنا والله، ربنا يخليك يا رب يحفظك والله يا رب. يعني ده كل ده يعني الحمد لله، يعني بجد بجد برضا ربنا، وكل ده يعني بالأهل والعيشة اللي الواحد كان عايشها قبل كده، بس الحمد لله. بس انا عايز اقول لك حاجة في اللي عشان انا كنت بسمع فيه وانت بتتكلم، انا كنت بسمع مع الناس اللي بيتفرجوا عليك دلوقتي، هو الفن بيرتقي مش بس بالأعمال الفنية، الفن بيرتقي بالمتلقي نفسه اللي بيسمع الأعمال، هم دول اللي بيدوا الدفعة، وهم دول اللي بيدوا لك الإحساس أنت عايز تعمل إيه جديد، وعايز ترتقي بنفسك إزاي، وعايز لما بيبقى المتلقي مش فارق معاه، ولما المتلقي بيبقى عاجبه أي حاجة بتحصل وأي حاجة عشوائية وأي حاجة، الفن بيطلع بره علشان يبتدي يعمل إرضاء لغرائز وإرضاء لأذواق مختلفة، فلازم تطلع بره الأسلوب اللي انت بتعود عليه، وتطلع بره الطرق والتقاليد والقوانين بتاعت الكتابة والمزيكا وكل حاجة، بيطلع الموضوع بيروح في حتت، على يعني ممكن يروح حتت عشوائية، ممكن يروح لحتت حتت صحراوية، ممكن يروح حتت فيها غابات وفيها حاجات، يعني قصدي انه زي ما بقول لك انه اكتر حد بيأثر في الانسان في الفنان بالذات المغني اللي بيطلع يغني ويقول حاجات معينة، المتلقي طبعا. فاللي بيحصل دلوقتي انه في بيحصل تغييرات ونقط فارقه ومحطات مختلفه بتخلي الواحد يقعد يبص كده من بعيد، يعني هو طب وانا فين في الناس دول، وانا فين في الحته دي، وانا هل اعمل اللي بيرضي الناس، ولا هعمل اللي بيرضيني اللي انا كنت بعمله قبل كده ومليش دعوه بالناس. انت بتفضل ايه؟ بتقعد فتره كده لغايه ما تبتدي تعمل لنفسك اورينتيشن من اول جديد، اللي هو تتعرف على السوق اللي انت بتشتغل فيه ده، وتقعد تقول لا انا بقى هفضل في الحته دي، او انا هختار الحته دي، او انا هفضل هنا مكمل مع نفسي، ويحصل بقى اللي يحصل هنعمل ايه، واحنا بنشتغل وربنا بقى معانا في النهايه، لانه ربنا معاك في كل حاجه، ربنا معانا دايما وفي كل الحاجات دي. بالنسبة بقى للمهرجان العظيم اللي بتعمله الأوبرا اليومين دول أو السنين الكام سنة اللي موجودين فيهم، اللي احنا بدأنا في المحافظات وفي الأماكن الجديدة، بصراحة أنا مبسوط جدا جدا بالمهرجانات اللي بتتعمل في المحافظات المصرية. صحيح. عملنا حفلات حلوة في أبيدوس، الله، سفاج، عملنا حفلات حلوة في قنا، عملنا حفلات، عندنا حفلة في رشيد، وهيبقى في حفلات تانية في محافظات تانية. ده حاجة يعني بجد حاجة أنا ببقى سعيد جدا جدا لما بروح مهرجان مثلا زي القلعة، بيت المحكة، الحاجات الجميلة دي اللي هو بتلاقي فيها ناس كتير من المصريين، اللي هم المصريين اللي في الشارع اللي موجودين، التذكره ب 20 جنيه اللي بيروحوا وياخد عيلته وياخد
ولاده ومراته يروحوا عشان يتفرجوا على النجم بتاعهم اللي بيحبوه، يتمشوا شويه ويعملوا يعني حاجات اللي هي ايه بسيطه. صحيح، خروجه عيله يعني، خروجه اسره مصريه عاديه جدا. انا بحب الحاجات دي قوي قوي يا يوسف والله. هشام يعني بص، انا ربنا عالم وانت عارف انا بحبك قد ايه، وعايز وعايز جدا انك تنورنا في البرنامج على حسب وقتك. لا اكيد ان شاء الله. أكيد. تنورنا جدا 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 جدا. كنا لسه من كام اسبوع قاعدين انا وطارق مدكور، جبنا في سيرتك بس طبعا بالخير. الله. جدا جدا جدا. فلازم هنتقابل ونقعد بقى كده وندردش في البرنامج ده، عندنا حكايات كتير عايزين نقعد نتكلم. أكيد. فيها مش بس أكيد. غنى يعني، مع ان الدنيا لسه مليانه غنى. هشام اشكرك الف 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 شكر ليك، واحد فعلا مش هزار يعني. انا اعرف هشام عباس من زمان، هشام عباس فعلا شخص خلوق بالمعنى الحرفي للكلمه، حقيقي يعني، فانا فعلا احبه. خلونا نروح لفاصل بعد اذن حضراتكم، كنت اتمنى ارغي مع حضراتكم اكتر من كده، بس بقى ايه، مولانا منورنا الدكتور احمد كريم فقهنا المفضل، وانا متاخر عليه، ارجوك يا مولانا السماح السماح السماح. فاصل ونبدا الكلام. ينفع الانسان يصلي بلابس اللي هي فانلة داخليه مثلا في الجامعه مثلا؟ ممكن بيحصل حاجات ان الدكتور مثلا مستقصدك، حصل مثلا اي سبب كان ان هيجيب حاجات من منهج انت مش مذاكره قوي ايا ما يكون يعني، فبتضطر ساعتها انك غالبا مثلا بتغش، وغالبا الموضوع كله بالنسبه له مش بيبقى عادل 100% يعني. فهل الغش في حاجه زي كده علشان بس مجرد تعدي يعني، مش باخد حق مش حق يعني، هل ده حلال ولا حرام؟ يعني ليه الاولاد بقوا قاسيين قوي على اهاليهم؟ كنت عايز اعرف بس، هو هل الانسان مسير او مخير؟ هو انا دايما بسمع ان صحوبيه الولد والبنت اصلا حرام، فهو هل في حدود الصداقه اللي هي الصحاب بس في خلال الجامعه في خلال المشاريع كده، هل هي حرام برضو ولا لا عادي ما دام في خلال الدراسه؟ انا يعني عندي بس سؤال بالنسبه لموضوع الفوائد بتاع البنوك ده. في اقاويل كتير شويه بتلاقي عارف انت التفاسير بتاعته بقت بقتش زي الاول. اول كان الموضوع قاطع شويه، تلاقي حد بيحلل شويه، حد بيحرم شويه، افتى كانت بتحرم دلوقتي بقى بتحلل، فالموضوع ده عامل لغط كبير. والناس المفروض ان انت المرجع بتاعك مين؟ الازهر وادارة الافتى. انا عايز اعرف بس رد بس ايه مباشر كده، ان السجاير هل هي بتنقض الوضوء حقيقي ولا بتنقضش بس؟ هو المكياج الخفيف حرام ولا لا؟ برضه بيعتبر من الزينه وانه ما ينفعش نخرج بيه، ولا هو الكلام اللي ما ينفعش نخرج بيه ده اللي هو المكياج التقيل؟ وانا حاولت اركز قدر الامكان بس ما لحقتش كل الاسئله. طيب اولا خلونا يعني نجدد لقائنا الاسبوعي المحبب الى النفس والقلب والروح، معا لقائنا مع فضيله الشيخ الدكتور احمد كريمة استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر. منورنا مولانا. اهلا بكم ومشاهدينا ومتابعينا الكرام. طب مولانا انا حاولت زي ما كنت بقول كده القط الاسئله قدر الامكان، لكن لفت نظري انه في غالبا هو طالب في الجامعه بيسال عن الغش في الامتحان. ده يعني ايه؟ اظنه يعني واضحه ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا معلوم ان اهم صفتين لحضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصدق والامانه. وعلى فكره علماء العقيده في الثقافه الازهريه برضو عمموا الصفتين وصفات اخرى فيها كمال بشري على جميع الرسل والانبياء عليهم السلام. فلما نيجي للتطبيق العملي، طبعا كلنا حافظين من غشنا فليس منا، دي حاجة معروفة يعني طبعا. القاعدة اللي اتعلمناها ان الخطأ لا يعالج بخطأ. يعني هو الطالب او الاخ الابن العزيز اللي بيسأل ان بيقول يعني ممكن الدكتور اعطاهم اجزاء من المنهج وبعدين ما جابش منها اختبار وجاب من يعني مقرر آخر أو مواد أخرى، هل هذا مبرر؟ طبعا لا، لأن أولا من المفترض، وأنا طبعا الحمد لله أستاذ جامعي،
طب. أن المقرر كله لا يحذف. يعني أنا ضد مسألة أن يجي أستاذ الجامعة بمزاجه كده يقول لك إيه، لا ده كده طب أنت بترت العلم بالظبط، لان احنا انا جيلي كنا بناخد على العلم بتاعك بالظبط، احنا كنا ناخد زي ما بيقولوا المثل من الجلد للجلد. وما كانش الاستاذ يجي يقول لنا ده مهم وده اهم وده يتحذف. لا انا لم اعاصر ذلك، ولم اعاصر حاجه اسمها اعمال السنه بالمناسبه، كان الماده احنا نجيبها بتوفيق الله بدراعنا. فالمهم انا بنصحه وبنصح الطلاب. يمكن ده جرني الى شيء، ان انا سئلت قبل ان ادخل مع سيادتك هنا الاستوديو المبارك، لما واحد ضد تنظيم النسل وبعدين بيقول اصل واحد سلفي بيقول حديث تناكحوا تناسلوا تكسروا فاني مباهن بكم الامم يوم القيامه. قلت له الرسول هيباهي ايه الامم بمين؟ هيباهي اطفال الشوارع بالمتسولين اللي بياكلوا على نتاج غيرهم، اللي بيعيشوا على حضاره غيرهم؟ لا، مش دول اللي باهي بهم الرسول. الرسول يباهي بأسوياء أنقياء أصحاء أشداء يبنون الحضارة، إنما الرسول مش العدد الجاهل رس الملابس اللي عايش على استيراد أكله من الخارج وبيلبس من الخارج ويعيش على نتاجة الخارج. لا، الرسول مش هيباهي دول أبدا، مش دول، ده مش دول. فالمهم حضرتك بنقول الابن العزيز الجامعي، واحنا طبعا يعني على ابواب العام الجامعي الجديد والدراسي، الخطا لا يعالج بخطا، انما هو ياخده مبرر، ده اسمه تلبيس ابليس، يقول له لا ما هو الدكتور حذف والدكتور مش عارف غشهم وخدعهم او نسي. هذا كله ليس مبررا للغش. كيف تبنى حضاره او مجد امه على شباب يغش أو شباب غير متمكن من العلم والمعرفة؟ لأنه أظنه تم تكريس مجموعة من الأفكار جوه عقول الشبان، اللي هو إيه، أهم كام سنة ويعدوا بس أنت ما تعلمتش حاجة. فأنت هيعدوا فأنت هتعمل إيه؟ يعني ما هيخرج إلى سوق العمل وهو معاش سلاح. دي في حد ذاتها كارثة، فيجب ضبط العملية التعليمية، وإن يبقى في محاسبة على مفردات المقرر، يكون في متابعة من عمداء الكليات ومن نواب رؤساء الجامعات. بكلمك جد، يعني ما يستنكفوش بقى يقول لك أصل إحنا مش في ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي إن يدخل عليه مفتش. ماشي، ما هو ده بيضبط العملية التعليمية طبعًا. لو إنه أيوة، قاعة المحاضرات لها قدسية، لو حصل تقصير من الأستاذ لازم الإدارة بتاعت الكلية والجامعة تبقى فاهمة. نعم، وده يخضع لضمان الجودة طبعا. يعني احنا عندنا الكلية، كليتي محل عملي فضل الله، خدنا ضمان الجودة، بس عندنا احنا موزعين المنهج على أسابيع العام الجامعي كله. فبنصح بقوله ده مش مبرر. طيب هروح على سؤال برضو من بنتنا بتسأل، بتقول هل الصداقة ما بين الولد والبنت واحنا مثلا في المدرسة أو في الجامعة أو في العمل فيها شيء حرام؟ شوف سيد الكريم، كل شيء من العادات له الضار والنافع أو سلاح ذو حدين. أولا إذا قلنا صداقة بمعنى الاختلاط وبمعنى رفع الكلفة، لا ده ممنوع. ليه؟ يا أخي إذا كان أيام الرسول أيام عصر النقاء، أيام القدوة الحسنة، وربنا بيأدب أمهات المؤمنين أو الأمة في صورة نساء النبي أو أمهات المؤمنين، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. كل ما اقرا الايه دي انا برتجف، اقول يا خبر ابيض، يعني حتى في عصر النبوه كان في ناس في قلوبهم مرض. شوف يعني العصر المثالي كان في ناس في قلوبها مرض، ويوم ربنا بقى بيحتاط او بيعلم، عفوا في التعبير، يعني بيعلم امهات المؤمنين اخذ الحيطه والحذر. يعني إن لا تخضعن بالقول، يعني الكلام المكسر أو الكلام كذا، فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروف.
فلما اجي النهارده اشوف بعد مرور السنين دي كلها وانا اقول للفتيات لا، الصداقه بنمطها غير الاسلامي او بنمطها الغربي او بنمطها الامريكي او بنمطها الشرقي لا، ليس موجودا في الثقافه الاسلاميه. يعني ايه؟ ما انا برضه عايز افهم. صداقه يعني صداقه، الصداقه يعني انا وشحاته اصدقاء، انا وفلان اصدقاء، انا وفلان اصدقاء. لا، مع اتحاد الجنس كويس، ده اسمها صحبه واخوه. انما حضرتك مع اختلاف الجنس معلش، يمكن احمد شوقي زمان قال البيت اللي احنا كنا حافظينه وانا ارجع ابتسمت من ايام الثانوي، اللي هو نظره فابتسامه فموعد فلقاء الى اخره. دي قصه ثانيه، معلش حب دي. ما هو انا بتكلم على الصداقه. لا، ما لا يوجد صداقه بما بنمطها الغربي او المادي او العلماني الان مع اختلاف الجنس. انا برضو مولانا يعني ايه؟ يعني مثلا اتنين في الجامعه، اتنين في الشغل، ما هم دول زماله او ناس اسمها زماله. حلو، بس لا تتعدى حدود يعني الزماله. يعني تبقى علاقتهم يتكلموا في الشغل بس، ما يتكلموش في حاجه تانية؟ لا. ليه؟ ما انا قلت حضرتك ليه بقى يا سيد يا سيدنا يوسف، ربنا يبارك فيك. شوف يا سيدنا يوسف، الإسلام بيعالج الجرائم قبل وقوعها، وهنا بيختلف عن القانون الوضعي. القانون الوضعي بيعالج بالعقوبات بعد الوقوع، إنما الإسلام بيعالج قبل أن تقع. كويس. يعني مثلا الإسلام يحرم التبرج، يحرم الاختلاط المذموم، يحرم المذموم طبعا، يحرم النظرة الخائنة. حلو. كل ده ليه؟ بيمنع الجريمة قبل وقوعها. ما هو الصداقة مفترض انه ما فيهاش اختلاط مذموم، مفترض انه ما فيهاش نظرة خائنة، مفترض ان ما فيهاش كل هذه النواقص او الموبقات الى اخره. علاقة لطيفة ظريفة محترمة الى اخره، قائمة على الصداقة. يعني كلمة صداقة اصدقاء. ده المدينة الفاضلة دي في الخيال. ليه؟ انا بقول لك واقع. انا ما انت عارف انا محب الشعارات او مزايدات. لا صدقت. مع الحياة المادية، مع السعار اللي موجود، مع الثقافة الوافدة، مع النت والفيس والكلام ده، والعالم كله أصبح كرة قرية واحدة. لا يا سيدنا، الأمور اختلطت، فدفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. طبعا مولانا، ما احنا مثلا كتير مننا ليه أصدقاء كنا زملاء أيام المدرسة أو الجامعة، وكبرنا وتخرجنا وكل واحد في حتة، بس لازلنا أصدقاء حتى هذه اللحظة. قصدك مع الجنس الآخر؟ بس يا 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 سيادة النايب أو سيادة الإعلام العظيم، اوعى تنسى أنت تربية أسيوط، معذرة يعني. لا احنا أصدقاء. لا لا معلش، أصل أنت اتربيت معلش بثقافة الجدية والشهامة والمروءة والنخوة. النهارده معلش الطمع وإساءة الظن. يا أخي، إذا كان حضرة النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الاعتكاف، وبعدين ستنا صفية بنت حيي جاية تزوره، وأنت عارف القصة، فاتنين كده في الدغيشة يعني ما بين المغرب والعشاء، ما كانش في بقى مصابيح في الشوارع. فالرسول لما لقاهم أسرع الخطى، أيوة، قال على رسلكما إنها صفية. فأم قالوا له يا رسول الله عليك؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم كمجرى الدم. طبعا ده تشبيه، خدت بحسن فيه. جماعة السلفية اللي بيدعوا العلاج بالقرآن واللبس والعفاريت والجن جوه ورقت على البنكرياس والكلام ده، لا ده هنا تشبيه. إن الشيطان يجري من ابن آدم يعني كتلبس الدورة الدموية بجميع أجزاء الإنسان. فالرسول بيعلمنا هنا الحيطة، ومن وضع نفسه في موضع الشبهات فلا يلومن إلا نفسه. فحضرتك أنت بتتكلم على زمن ولا كان فيه اعتبار الجار، اعتبار العرض. أيوة. كان موجود، كان موجود حاجة معلش جملة يمكن تذكرها، كان دايما يرددها السيد الرئيس محمد أنور السادات رحمه الله، لكن العيب فاكر؟ طبعا. وانت حتى بتقلد نغم الصوت جدا. ايوه، كان بيكررها كتير لانه هو فلاح من نبت الفلق الريف المصري. فالمهم، فما اقدرش النهارده مع التغيرات اللي حاصله في الاخلاقيات واجي اقول لك تحسب علينا وعلى العمامه دي
يقول لك لا ده الدكتور بيقول لك ان الصداقه بين الذكر والانثى والشاب والفتاه مباح. لا لا لا. طب وليه زماله واخوه ماشي؟ مش هنقول بقى تحسب عليه، ليه ما نقولش تحسب له؟ لا انه لا رجل تقدمي، انه رجل مستنير، لا يشجع لا على الاخلاق الحميده، يشجع على السلوك الحسن الى اخره. فرق بين التجديد والتبديد، وفرق بين الذوبان والانهيار، وفرق بين الانفتاح والطغيان. لا حضرتك احنا لا نبدد. دلوقتي بيخدعوا بعض الناس او المنسوبين الى العلم بكلمه الاستناره. الله، هو يعني الاخلاق اللي كانت في الماضي ظلام ولا ايه؟ طب لسه كنت بقول في الماضي احنا كنا اصحاب يعني، لازلنا اصدقاء يعني. لا يعني انا بقول لك يعني اصل انا كلمه برضو استناره دي ما بتخدعنيش، خدعوها بقولهم حسناء. يعني ايه النهارده اللي يجدف ضد ثوابت الدين يبقى مستنير، اللي هيجدف ضد قطعيات اصول الدين يبقى مستنير. هل هناك لا معلش اللي هيحافظ على اصول الدين أيوة يبقى ظلامي؟ لا لا ما بقولش كده، احنا بنقول هل هناك نص قطعي يقول لا صداقه بين الرجل والمراه؟ اي في النص؟ لا مش النص، ما انا قلت لك الايه القرانيه واضحه. الايه القرانيه وبعدين ما اجتمع رجل وامراه الا كان الشيطان سالسا. اجتمع في ايه؟ في خلوه. طب هو ده خلوه؟ لا ممكن ما حد قال ان هم قاعدين في الخلوه يا فندم. لا بنتكلم ان هم قاعدين في النادي، قاعدين في الجامعه، ممكن اصدقاء، ممكن شله كبيره خارجين لا سوا. لا 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 ممكن يستدرجها ويزين لها وانت عارف. ما دي بقى قصه تانية يا مولانا. ما احنا قلت لك الاسلام بيعالج الجرائم قبل وقوعها. لا احنا لينا قعده اطول من دي يا مولانا. حاضر. ما هو ده بقى اللي احنا عايزين نسميه الاختلاف في الراي لا يفسد كل محبتي قضيه. لا لا ده كل محبتي ربنا عالم، بس انت عارف انا احبك قد ايه. للاسف خلصت الحلقه لحد كده. شكرا يا مولانا، خلصت الوقت جري بينا، بس هنعوض الاثنين الجاي نقعد نكمل كلام. كل الشكر لمولانا فضيله الشيخ الدكتور احمد كريم استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر. اللي انا عايز الفت نظر حضرتك ليه بقى بعيدا عن هذه القضيه، خدت بالك المناقشه ما بين مذيع في النهايه انا اخ اصغر لمولانا يعني او ابنا، لكن حتى لو افترضت ان انا في نفس سن مولانا، المناقشه كانت ماشيه ازاي؟ مش كانت حلوة؟ أدب الحوار، مبتسمين وبنتفق أحيانا على بعض النقاط واختلفنا على كثير من الأمور، بس مفيش أي مشكلة. فهمت حاجة؟ أنا متأكد إنك سيادتك فهمت. خلصت الحلقة لحد كده، لو كلنا العمر نتقابل بكرة إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة.